مساء الخير على حضراتكم ومساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم وحلقة بداية الأسبوع من البيت الكبير. خلينا يمكن الأيام اللي فاتت كان في بعض الأحداث السيئة مأساوية بمعنى أصح هنا من قناة النادي الأهلي وهنا من البيت الكبير. بننعي كل أسر شهداء طبعا حادث القطار في سوهاج، بننعي أهالينا وأسر الشهداء، ويا رب نتمنى طبعا الشفاء للمصابين. كانت حادثة أليمة جدا جدا، إن شاء الله يا رب يحفظ مصر دائما من هذه الحوادث. كمان على عمارة جسر السويس كمان بننعي أهالينا، ويا رب زي ما بقول دايما يا رب احفظ مصر. كانت يعني يومين صعبين جدا علينا، لكن بإذن الله مصر دائما بإذن الله في أمن وأمان، وإن شاء الله بنعزي أهالينا وبننعي كمان شهدائنا. وعلى يعني على جانب آخر كل يا رب كل الشفاء لطبعا كل المصابين وكل اللي اتصابوا، إذا كان طبعا في قطار سوهاج أو حتى في عمارة طبعا جسر السويس. عندنا النهاردة في البيت الكبير أخبار كتيرة جدا، أكيد عندنا أخبارنا، أخبار النادي الأهلي، أخبار فرقتنا اللي بتستعد بشكل كبير جدا إن شاء الله لمباراة مهمة في المشوار الأفريقي أمام المريخ السوداني إن شاء الله يوم السبت اللي جاي. هنشوف استعدادات فرقتنا أكيد، يعني يا رب كمان كل لاعبتنا الدولية على مستوى المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي يرجعوا بألف سلامة. نستعد بقوة إن شاء الله لمباراة المريخ. كمان عندنا كلام كتير كمان عن مباراة جزر القمر. حضراتكم عارفين يمكن بعد الأداء السيء، خلينا نتكلم بكل أمانة، لمنتخبنا في نيروبي كل الأمال وكل التمنيات لمنتخبنا بالتوفيق عشان يظهر بوجهه الحقيقي أمام جزر القمر. إحنا خلاص صعدنا، ضمننا الوصول، فإن شاء الله كل الأجواء مهيئة للكابتن حسام البدري وللعيبة إن هم كمان يصالحوا جماهيرهم، جماهير مصر اللي بتحب جدا منتخبها، عايزة تشوف منتخب مصر في أعلى وفي أفضل الصور. إن شاء الله مباراة جزر القمر كمان هنتكلم عليها بالتفصيل، وكل التوفيق لمنتخب بلدنا إن شاء الله في المباراة اللي جاية. تفاصيل كتيرة جدا في حلقتنا النهاردة وضيوف كتير، لكن طبعا في الأول برحب بزميلتي سهام. مساء الخير عليك يا سهام. مساء الخير يا كابتن هاني. مبارك. الحمد لله رب العالمين. جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان، مساء الخير. حلقة جديدة من حلقات البيت الكبير، البيت اللي بيجمعنا كلنا جمهور النادي الأهلي. عايزة طبعا أبدأ بإيماننا، إيماننا بقضاء الله وقدره. بنقدم تعزينا، خالص تعزينا. احنا طبعا اليومين اللي فاتوا كنا أجازة، فكان من الواجب ان احنا نبدأ بخالص التعازي لأهلينا، أهلينا في الصعيد كلهم. الحقيقة يعني زي ما كابتن هاني قال، يمكن حادث مأساوي. أهالي قطار سوهاج، أنا بحب طبعا أن أنا أقدم لهم خالص تعزينا. ربنا يا رب يرحم كل من فقدناه في هذا اليوم الأليم، ويشفي كل مريض يا رب إن شاء الله، ويشفي كل مصاب نتاج هذا الحادث. وأيضا كمان بننعي أهالينا طبعا في حادث عمارة جسر السويس، طبعا بننعيهم خالص العزاء هنا من قناة النادي الأهلي، وتمنياتنا أيضا كمان للمصابين بالشفاء التام والعاجل بإذن الله. تاني حاجة عايزة أقولها، كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة ليلة النص من شعبان، ربنا يا رب يتقبل مننا صالح الأعمال جميعا، ويبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين على خير يا رب. احنا بنعيش في يعني نسائم الرحمة دلوقتي يعني، فربنا يا رب يرحم كل من فقدوا في الأيام اللي فاتت ديت، وكلنا أكيد بندعي لهم وبنقرأ لهم الفاتحة، بنترحم عليهم جميعا. جمهور النادي الأهلي يمكن اشتاقت لفريق النادي الأهلي والمبارياته، خلاص يعني انت كواحد من مشجعين نادي الاهلي اتعودنا خلاص ان احنا يعني ما نبعدش عن المباريات اللي بتهم النادي الاهلي واللي بياخدها دايما، وتعودنا دايما ان احنا نشوف فريقنا كل يوم بيلعب وبيفرحنا وبيحقق انتصار جديد. هي دي الكوره، كوره بالنسبه للنادي الاهلي، انتصار جديد. النهارده ان شاء الله هنتابع في فقرتنا الاولى اخبار نادينا كالعاده وفريق النادي الاهلي، اخر استعداداته لمباراه المريخ يوم السبت ان شاء الله. فريقنا خلاص يمكن حدد موعد السفر، مسافرين ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي، هنتابع ده بالتفصيل. بس بعد كده هنروح نتكلم عن اخبار منتخبنا، عندهم ماتش مهم جدا، بنستعد كلنا لملاقات جزر القمر باذن الله. ربنا يا رب يعني يوفق منتخبنا الوطني. هنعرف ايه اخر اخبار برضو الفراعنه اللي تاهلوا رسميا لنهائيات افريقيا.
بعد الماتش الأخير اللي اتكلمنا فيه كثيرا جدا الأيام اللي فاتت مع كينيا وتعادلنا بهدف لكل. طبعا هنتكلم بضب التفصيل مع نجمنا اللي هيشرفنا النهاردة، يمكن هنتكلم أولا بالتحليل الرقمي مع أحمد ثابت، كلام مهم جدا بلغة الأرقام. ومشرفنا النهاردة للمرة الأولى نجم النادي الأهلي ولعيب النادي الأهلي السابق كابتن محمد جودة، وكلام النهاردة مهم جدا حوالين فرقتنا وحوالين المنتخب. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في مشواره المؤهل لكأس الأمم الإفريقية بإذن الله. نفكر بس حضراتكم بسؤال لحلقتنا الطبيعي، يعني أنت النهاردة هتلعب ماتش بكرة مهم جدا أمام جزر القمر، صحيح أنت تأهلت لكن أنت متعادل في عدد النقاط أنت وجزر القمر، متوقع النتيجة كان يعني إيه النتيجة اللي أنت متوقعها النهاردة من خلال ماتش بكرة؟ هنفتح السؤال ده أمام حضراتكم على مواقع الاتصال الاجتماعي علشان تقولوا لنا النتائج المتوقعة. إن شاء الله كل التوفيق، وزي ما متعودين دايما إجاباتكم أو يعني مقترحاتكم كمان بتكون معانا من خلال البرنامج ومن خلال الحلقة. هنعرف من حضراتكم توقعاتكم لنتيجة مباراة مصر إن شاء الله بكرة مع جزر القمر. إن شاء الله كل النتائج إن شاء الله تكون إيجابية، وده اللي نتمناه إن شاء الله، أن فوز منتخب مصر فوز يليق باسم مصر وكمان أداء على مستوى كمان يسعد كل الجماهير المصرية. عشان نتكلم كمان على منتخبنا، عايز أقدم وأقول مبروك لمنتخب السودان. منتخب السودان يعود مرة أخرى لأمم أفريقيا، يمكن بعد غياب طويل جدا أكتر من 10 سنين كان غياب المنتخب السوداني عن أمم أفريقيا. النهاردة المنتخب السوداني بيعمل نتيجة أكتر من رائعة أمام منتخب جنوب أفريقيا، وأقصى جنوب أفريقيا من الوصول لأمم أفريقيا، في مفاجأة. أنا أعتقد مفاجأة من العيار الثقيل جدا، لأن حضراتكم عارفين كمان جنوب أفريقيا من الفرق الأفريقية الكبيرة، لكن كلنا سعداء بوصول السودان. وكده يمكن كمان وصل عدد الفرق العربية إن شاء الله المشاركة في بطولة أمم أفريقيا كاميرون 21 ل6 فرق، وده أول مرة في تاريخ الأمم الأفريقية. عندنا مصر، الجزائر، المغرب، تونس، عندنا السودان، عندنا عندنا جزر القمر، وكمان يوم الاثنين الجاي كمان في فرصة أن هذا العدد يزيد، عدد الدول العربية المشاركة في بطولة أفريقيا. موريتانيا كمان عندها فرص التأهل للكاميرون 21. كل التمنيات طبعا لكل الفرق العربية بالتوفيق في أمم أفريقيا. نروح بقى المنتخب مصر اللي يمكن النهاردة اختتم استعداداته علشان طبعا مباراة بكرة أمام جزر القمر في المشوار الأفريقي. زي ما قلت لحضراتكم، أعتقد الكابتن حسام البدري واللعيبة وكل الناس يعني المسؤول عن المنتخب كل يعني بتشتغل بشكل كبير جدا عشان الصورة تتغير. صورة منتخب مصر في نيروبي أمام كينيا كانت صورة سيئة جدا، مش عايزين نتكلم عليها، يعني هنتكلم على بعض التفاصيل عليها، لكن عايزين بكرة هذه الصورة تتغير تماما. إن شاء الله مصر وصلت، ما عندناش أي مشكلة في عملية الشد أو الضغط، عندنا الأجواء كلها مثالية، عندنا لعيبة كتيرة جدا موجودة على المستوى الاحترافي. يمكن غاب هيغيب 3 لعيبة عن القائمة، احنا عارفين طبعا إصابة حمدي فتحي، أيمن أشرف، وكمان عودة حجازي. حضراتكم عارفين ان حجازي توجه مباشرة من السعودية إلى كينيا، وعاد بعد المباراة برضو مباشرة من كينيا إلى السعودية. في 3 لعيبة غايبين، لكن كل اللعيبة بمستوى جيد جدا. النهاردة كمان أجروا مسحة، يعني مسحة كورونا، كل اللعيبة الحمد لله كلها مسحة سلبية. يعني كمان مستنيين كمان التشكيل بكرة هيكون في ايه. كابتن حسام البدري قال هيكون في تغييرات خاصة في بعض المراكز في ظل ان احنا ضمننا خلاص التأهل. يعني هنتعامل مع المباراة ازاي وهنشوف شكل المنتخب ازاي. تعالوا نشوف تقرير يعني اخر استعدادات منتخبنا لتحسين الصورة واداء، منتظرين اداء اكثر جدية واكثر قوة من مباراة كينيا، وكمان على مستوى النتيجة إن شاء الله تكون نتيجة إيجابية بفارق سكور كبير. نشوف التقرير ونرجع مرة تانية مع حضراتكم في البيت الكبير. يلتقي في 6 من مساء غد المنتخب الوطني لكرة القدم مع نظيره جزر القمر باستاد القاهرة الدولي في الجولة 6 والأخيرة من منافسات المجموعة 7 بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2022، في مباراة يعتبرها الفريقان تحصيل حاصل. كما يعد أيضا هذا اللقاء
الثاني الذي يجمع بين الفراعنة وجزر القمر، بجانب أنه الثاني بين جزر القمر والكرة المصرية على جميع المستويات سواء الأندية أو المنتخبات. وضمن كل من منتخبي مصر وجزر القمر التأهل لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون بعد تعادل المنتخب الوطني مع كينيا 1-1، بينما تعادل جزر القمر مع توجو سلبية في الجولة الماضية. التأهل لكأس الأمم الإفريقية بالنسبة للمنتخب الوطني هو 25 في تاريخه، معززا رقمه القياسي، وهو الأول بالنسبة لجزر القمر في تاريخه. وسيكون الصراع بين المنتخبين غدا على صدارة المجموعة بعيدا عن حسبة التأهل الذي حسمه الفريقان. ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر الذي يحتل المركز الثاني، ويحل المنتخب الكيني ثالثا بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط، بينما تذيل توجو الترتيب بنقطتين فقط. وخاض المنتخب الوطني مرانه الأخير اليوم استعدادا لمباراة الغد، وظهر جليا خلال المران استقرار البدري على إجراء تعديلات وتغييرات على تشكيل الفراعنة بهدف علاج الأخطاء التي ظهرت في مباراة كينيا الخميس الماضي، ومنح الفرصة للاعبين الجدد لاكتساب الخبرات اللازمة مع المنتخب، وفي نفس الوقت لتحقيق الفوز بهدف تصدر المجموعة السابعة والوصول للنقطة 12. ومن المنتظر أن يتم الدفع بمحمد النني نجم أرسنال الإنجليزي في التشكيل الأساسي أمام جزر القمر على حساب حمدي فتحي المصاب، بجوار عمرو السلية في وسط الملعب مع إراحة طارق حامد، كما سيتم منح الفرصة لياسر إبراهيم أو علي جبر في خط الدفاع بجوار محمود الونش بعد عودة أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي إلى السعودية عقب مباراة كينيا في الجولة 5 من التصفيات. ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز غدا من أجل الانفراد بصدارة المجموعة السابعة، حيث يمتلك المنتخبان 9 نقاط من انتصارين وثلاثة تعادلات، ويتفوق المنتخب الوطني على نظيره جزر القمر في عدد الأهداف المسجلة ب6 أهداف مقابل 4 للمنافس. كما يبحث الفراعنة عن تحسين الأداء خاصة بعد الظهور بشكل غير مقنع في مواجهة كينيا في الجولة 5 من التصفيات والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. ويأمل حسام البدري المدير الفني للمنتخب استمرار سلسلة لا هزيمة منذ توليه تدريب الفراعنة، فلم يخسر أي مباراة، حيث قاد المنتخب الوطني في 7 مباريات، حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 3. الفترة اللي فاتت كلام كتير قوي عن كابتن حسام البدري، لا مصير كابتن حسام البدري، لا مين اللعيبة اللي ضمها لقائمة المنتخب، اللعيبة اللي ما تمش ضمها للمنتخب، فكان وجب وحتما ولابد ان كابتن حسام البدري يطلع يتكلم. النهاردة كان في مؤتمر صحفي له، اتكلم في العديد من النقاط. يمكن المؤتمر ده كان في ملعب بترو سبورت زي ما انتم حضراتكم شايفين كده، كان بيشدد على أهمية مباراة بكرة مع فريق جزر القمر. ان شاء الله الفريق هيسافر يوم الأربع زي ما قلنا الساعة 4 العصر. قال إنه حقق الهدف الأساسي خلاص، يعني خلاص النقطة الوحيدة اللي كنا محتاجينها علشان نتصعد هو حسمها، وهو يعني كمان فكرة التأهل لبطولة أمم أفريقيا 2022 في الكاميرون بيتبقى فقط إنه يحسم الصدارة أمام منتخب جزر القمر. قال كمان هنا إنه في أمور هو مش راضي عنها، وفي كلام كتير جدا يمكن طلع على وسائل التواصل الاجتماعي الايام اللي فاتت هو كمان ما كانش مرحب بيه وما كانش راضي عنه، لكنه في الوقت نفسه كان حابب انه يشكر اللعيبه وشكر الجهاز المعاون معاه، لان هو دايما بيحاول ان هم يقدموا الصوره الافضل. كمان بيقول انه الكلام الكتير جدا عن فكره بقى خروج لاعب من القايمه، لا دخوله القايمه، قال انه لا يوجد قرار ضد اي لاعب خرج. ويمكن انتقد جهاز النهارده الجهاز المنتخب بسبب عدم انضمامه لصفوف الفراعنه في المعسكر الحالي المنتخب، يعني انتقد كل اللي اتكلموا او طلعوا بالنغمه ديت الايام اللي فاتت، وقال او اكد انه الباب لسه مفتوح للناس كلها، اللي بيستحق هيكون موجود في القائمه. وكان الحقيقه غضبان جدا لما اتكلم وقال لك ما ينفعش لاعب يطلع يتكلم انه كان لازم ينضم ويقول ما عنديش ازمه في شرط الكباتن والحاجات ديت، يعني انا هفترض
بيقول كده، يعني قال كده نصا، انت هتفرض علينا انضمامك وكمان شرط الكابتنه. يعني كان هو الحقيقه سؤال استفهامي او تعجبي، كان بيتعجب منه النهارده. وقال تاني انه باب المنتخب مفتوح للجميع، وهو دائما بيبحث عن اللعيبه الجدد، لكن في فريق او فرق بفرق بين لاعب بيطالب التواجد بالمنتخب ولاعب بيقاتل علشان ينضم لي المنتخب. صحيح. كلام كتير جدا، كلام كتير النهارده، ولكن عايز اخد برضو من كلام الكابتن حسام البدري. والكابتن حسام البدري بصراحه عنده خبرات كبيره جدا 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 على المستوى الافريقي من خلال تواجده مع النادي الاهلي، لكن لازم في بعض النقاط كمان لازم نتكلم عليها. ولما بنتكلم ده زي كابتن حسام، يمكن انا بختلف معاه في عمليه ان كان في حمله على المنتخب ولا طبعا احنا عارفين ان منتخب مصر ناس كتير جدا من حقهم ان هم يتكلموا، من حقهم ان هم يقولوا ارائهم. اكيد في حق اصيل للمدير الفني، اختيار اللعيبه، تشكيل القايمه، كل ده من حق الكابتن حسام البدري، لكن في بعض النقاط كان عليها علامات استفهام. علامات الاستفهام دي من حق الشارع الرياضي انه يتساءل عنها. على سبيل المثال وبنتكلم، يعني ايمن اشرف لم يشارك في المباراتين بمعنى اصح، وبالتالي كان من دواعي الدقه كمان انه يكون في اتزان في عمليه سفره وعمليه اختياره، دي اتكلمنا عليها بالتفصيل، يعني في بعض النقاط كده. على الجزء الاخر كمان على مستوى شارط الكابتنه، ما حدش اتكلم مع كابتن حسام على شارط الكابتنه. يمكن شارط الكابتنه دي جانت من يعني من بدايات التولي، وقلنا ان شرط الكابتنه ديت بتكون حق اصيل يا اما بالاقدميه يا اما المدير الفني يقول، فما كانش في داعي اصلا لاثاره موضوع الشرط دي من البدايه. دلوقتي كمان الكابتن حسام يعني الانتقادات على اداء المنتخب ده شيء وارد في كره القدم، وكل ده وكلنا عارفين الامور الفنيه لازم بنتكلم فيها، لكن اختلف معاه في جمله ان كان في حمله اعلاميه بعد اثاره اعلاميه بعد مباراه كينيا. لا طبعا احنا وكل وسائل الاعلام تتمنى، واحنا دايما سبورت للكابتن حسام البدري وسبورت لمنتخبنا، ده منتخب بلدنا. لكن لما بيكون في بعض الامور السلبيه زي ما اتكلمنا عليها، ما اتكلمش على اختيارات خد مين وما خدش مين، ده كلها اراء وهو ليه حق اصيل. لكن موضوع ايمن اشرف كان علامه استفهام كبيره جدا، لما شفنا اداء المنتخب كان علامه استفهام كبيره جدا، لما شفنا عدم اشتراك النني برضه كان في علامه استفهام كبيره جدا، موضوع الشاره من الشاره اكيد دوت كله دوت اطير يعني مشكله من لا مشكله. لكن في الاخر اولا واخيرا احنا سبورت اكيد للكابتن حسام، بنقول الحمد لله وصلنا لامم افريقيا في الكاميرون، لكن كمان التقيل جاي يا جماعه، التقيل جاي، الفرق الكبيره لسه هنقابلها ان شاء الله في مشوار كاس العالم، مشوار كاس العالم برضو مشوار طويل جدا جدا. بنتكلم احنا في مجموعتنا يمكن الجابون، انجولا، ليبيا، كمان ليبيا بتعمل نتائج كويسه رغم خسارتها، الجابون من الفرق الكويسه جدا، انجولا كمان، غير كمان امم افريقيا هتلاعب الجزائر ونيجيريا والمغرب وتونس، فاحنا بنتكلم كمان للمصلحه العامه. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان مباراه جزر القمر بكره ان شاء الله تعيد جزء من الثقه للشارع الرياضي، وتعيد كمان جزء من التفاؤل في المشوار ان شاء الله على مستوى كاس العالم باداء جيد، وده قادرين ان احنا هنعمل كده بنتيجه كبيره، ونتيجه ان شاء الله تكون تليق باسم مصر، واحنا كمان قادرين نعمل كده، وفي نفس الوقت عندنا تاني ثقه في الكابتن حسام البدري ان شاء الله ان الصوره بكره تتغير بشكل كبير جدا وتكون صوره ايجابيه. نروح على نادينا النادي الأهلي. طبعا النهاردة النادي الأهلي بيستأنف تدريباته مرة تانية استعدادا طبعا لمباراة المريخ السوداني. حضراتكم عارفين يمكن النادي الأهلي عمل مباراة تجريبية ما بين الفريق الأول وفريق الشباب يوم الجمعة، كان امبارح خد راحة، والمباراة كانت مفيدة جدا جدا لموسيماني، يمكن النتيجة خرجت 4-2. اطمننا من خلال المباراة دوت على وليد سليمان، رجوعه بشكل أكتر من رائع وشارك في المباراة بشكل كبير جدا. استعدادات النادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين مباراه يعني، وجون بدر بانون كمان بيقولوا لي عليه في الاربيز جون اكتر من رائع، وشفنا من خلال كمان البيت الكبير بدر بانون لعب شويه في نص الملعب، سعد سمير مع احد الناشئين كان بيلعب سيرد باك، تالق اللعيبه والروح المعنويه العاليه هو دوت سلاح النادي الاهلي ان شاء الله لمواصله المشوار الافريقي. النهارده مستر موسيماني كمان عمل يعني جلسه طبيعيه جدا بتحصل كل يوم مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره والجهاز المعاون، عشان الطبيعي بقى يبداوا يرتبوا الامور الاداريه الخاصه بالسفر الى السودان. كابتن سيد عبد الحفيظ اعلن النهارده ان الفريق ان شاء الله باذن الله هيسافر السودان ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي الساعه 4 العصر.
عشان نعرف أكتر ونشوف أكتر من الصورة اللي قدامنا، ونعرف كيف يستعد النادي الأهلي من النواحي الإدارية وكمان من النواحي الفنية، نشوف التقرير ده عن إن شاء الله استعداداتنا لمباراة المريخ بإذن الله، ونرجع مع حضراتكم في البيت الكبير. استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة المريخ السوداني بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق أمس السبت. ويخوض الأهلي مواجهة مهمة أمام المريخ السوداني يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويترقب الجهاز الفني للأهلي عودة اللاعبين الدوليين من معسكر المنتخب عقب مواجهة جزر القمر غدا الاثنين، وذلك للاطمئنان على حالتهم قبل السفر يوم الأربعاء المقبل إلى الخرطوم، حيث إن الكونغولي والتر بواليا سيلحق ببعثة الأهلي في السودان بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده الذي يأتي في إطار خوض مباريات تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2021، بينما سينضم المالي أليو ديانج والمتواجد حاليا مع منتخب بلاده إلى تدريبات الفريق بالقاهرة عقب انتهاء مشاركته بمعسكر مالي، على أن يرافق البعثة من القاهرة إلى السودان. جاء ذلك في الوقت الذي انتظم فيه أيمن أشرف الظهير الأيسر في ميران الفريق صباح اليوم، وشارك في تدريبات الكرة في إطار البرنامج الموضوعي للاعبين خلال فترة توقف الدوري بسبب الأجندة الدولية. ووضع بيتسو موسيماني برنامجا خاصا للاعبين خلال الفترة الأخيرة، حيث لجأ إلى تغيير موعد التدريب ليكون في العاشرة صباحا ليتماشى ذلك مع لعب المباريات ظهرا، كما حدث في مباراة فيتا كلاب الكونغولي والتي انتصر فيها المارد الأحمر بثلاثة أهداف نظيفة. كما أن لقاء المريخ المقبل سيقام في الثالثة عصرا، حيث يرغب موسيماني في تعود لاعبيه على كافة الأجواء قبل المباريات الإفريقية، لا سيما التي تكون خارج الديار. طيب ده من ناحية، من ناحية تانية وكما جرت العادة النهاردة كان في يعني كلام برضو الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة اللي بيقول انه لعيبة الاهلي خلاص هتعمل المسحة الطبية بكرة ان شاء الله قبل ما تسافر للسودان علشان يطمنوا طبعا على سلبية المساحات على الفريق كله قبل التوجه للخرطوم، زي ما قلنا يوم الاربع الساعة 4 العصر هيكون سفر فريقنا او بعثتنا للسودان. كمان خبر كان برضو يعني افتكر انه كويس بيهم جماهير النادي الاهلي اللي تساءلت الايام اللي فاتت وكانت طبعا بتطرح علامات استفهام كتيره لفكره ضمن ايمن اشرف للمنتخب امام كينيا. النهارده ايمن اشرف بينتظم في التدريبات وكان الصبح موجود على ملعب التتش زي ما انتم شايفين، عارفين حضراتكم انه ايمن كان بيعاني من الاصابه برشح في الركبه، غاب عن مباراه منتخب مصر مع كينيا، وطبعا يعني بس يعني كان برضو كان في البعثة اللي سافرت لنيروبي. النهاردة كمان أيمن هيشارك في التدريبات أو أدى بعض الفقرات التدريبية الخاصة به تحت طبعا إشراف الجهاز الفني، وكان موسيماني المدير الفني عقد وجهاز المعاون عقدوا جلسة مع أيمن علشان يطمنوا على حالته اكتر بعد ما قلنا يعني بعد زي ما قلنا طبعا اصابته بيه في الركبه. كان مهم جدا طبعا ان نطمن على ايمن اشرف، والحمد لله يعني هو دايما بنقول اصابه الركبه محتاجه راحه شويه، اصابه الركبه يعني كان في رشح خفيف، الرشح دوت يعني بيحتاج شويه راحه، لكن النهارده تدريبات خفيفة أيمن شارك فيها بشكل جيد جدا. عايزين كمان على مستوى محترفينا، على مستوى محترفينا أن طبعا لعيبة النادي الأهلي اللي بيشاركوا مع منتخباتهم في طبعا المباريات الدولية على طبعا مشوار الوصول لأمم أفريقيا، ديانج ووالتر بواليا اللي كانوا طبعا شاركوا مع مالي والكونغو في التصفيات، النهاردة كابتن سيد عبد الحفيظ كشف موقف اللاعبين من مباراة النادي الأهلي السوداني. قال كابتن سيد أن والتر بواليا إن شاء الله مهاجم الفريق هيروح على طول على السودان، هيلحق ببعثة النادي الأهلي في السودان
بعد انتهاء المشاركة طبعا مع منتخب بلاده. أما أليو ديانج المتواجد حاليا مع منتخب بلاده، الكابتن سيد عبد الحفيظ قال لا، ده هينضم مباشرة إلى القاهرة وهيكون متواجد في البعثة اللي هتسافر إن شاء الله من القاهرة إلى الخرطوم، وهيكون إن شاء الله متواجد مع الفريق في القاهرة من خلال البعثة. والتر بواليا هيسافر على طول من الكونغو إلى السودان. طيب ده يمكن طمنا حضراتكم عن آخر استعدادات. الحقيقة أنه اللاعيبة المحترفين يا كابتن هاني بتبقى أشغال شقة، يعني أنا أفتكر كده ما بين منتخباتهم وأنديتهم الموضوع جدا جدا بيبقى مجهد. طبعا يعني في سفر كمان طويل قوي، يعني بيسافروا بيعملوا رحلات يشاركوا بعدين يرجعوا. طبعاً الأمور على المستوى البدني بتبقى أصعب شوية، وعشان كده الفترة اللي جاية محتاجة كمان على مستوى الاستشفاء، على مستوى كمان الروتيشن اللي هيعمله إن شاء الله موسيماني، تكون محسوبة جدا جدا، لأن المستوى البدني أكيد بيفرق في الرحلات الطويلة، خاصة المباريات الأفريقية فيها مجهود كبير جدا. فإن شاء الله إحنا نتمنى إن شاء الله بكرة إن شاء الله منتخبنا يعمل مباراة جيدة، نتيجة جيدة، وإن شاء الله بقى النادي الأهلي بقى طريق العشرة إن شاء الله. تليق باسم مصر إن شاء الله، دي مباراة مهمة جدا جدا. خلينا نروح لخبر إداري الحقيقة، خبر إداري يخص النادي الأهلي وتحديدا يخص أكاديمية النادي الأهلي. النهاردة النادي بيعلن عن طرح الممارسة أو المناقصة عامة رقم 4 للعام المالي 2020-2021، بيتكلم عن الملابس الرياضية لأكاديمية كرة القدم للموسم الرياضي 2021-2022 في النادي. النادي الأهلي حدد يوم الأحد الموافق 18/4/2021 لفتح المظاريف الفنية، وقال أنه قيمة التأمين الابتدائي 100,000 جنيه، وقيمة كراسة الشروط 350.86 قرش، وده طبعا طبقا لكراسة الشروط والمواصفات اللي يمكن الحصول عليها من إدارة المشتريات في مقر النادي اللي هيكون في الجزيرة، وبموجب تفويض رسمي من الشركة اللي هتتقدم. النادي الأهلي أوضح أنه مش هيلتفت للعطاءات اللي هترد بعد الميعاد، يعني بعد الميعاد اللي حدده الأهلي مش هيبص فيه النادي تاريخ فتح المظاريف الفنية أو غير المصحوبة بالتأمين الابتدائي. كمان النهارده كان في اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه طبعا الكابتن محمود الخطيب، كان في مقر النادي في الجزيره، وكان في عده قرارات الحقيقه تم اتخاذها عايزين نقولها برضو لحضراتكم. التجديد لجميع المديرين ورؤساء القطاعات حتى يوم 31 مايو المقبل، وذلك لاعطاء فرصه اكبر لعمليه التقييم. 2، تجديد التعاقد مع نجم الأهلي ومنتخب مصر لكرة اليد إبراهيم المصري لمدة 4 سنوات. 3، التوجيه بسرعة إعداد منتجع النادي، ده خبر خاص بقى بالجمعية العمومية بالأعضاء، التوجيه بسرعة إعداد منتجع النادي بمرسى مطروح وتوفير الدعم المادي اللازم ليكون جاهزا لاستقبال الأعضاء، الموافقة على إقامة 3 حفلات للإنشاد الديني تقيمها فرقة المرعشلي بواقع احتفالية في كل فرع، اعتماد البدلات الخاصة بشهر رمضان للعاملين بالنادي، كل سنة وانتم طيبين، الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة رجال وسيدات التي تستضيفها تونس في إبريل المقبل، ويأتي القرار حرصا على سلامة اللعيبة نظرا لظروف جائحة فيروس كورونا. يعني النادي الأهلي اعتذر عن المشاركة في هذه البطولة الشهر اللي جاي إن شاء الله تقام هذه البطولة، نظرا طبعا دايما لما نتكلم هنا بنقول سلامة اللاعبين أولا، لذلك النادي الأهلي بيعتذر عن المشاركة في البطولة الأفريقية. قرارات إدارية يعني أعتقد قرارات مهمة جدا جدا، وأكيد كل القرارات الإدارية في صالح الجمعية العمومية وصالح النادي الأهلي بشكل كبير جدا. نروح بقى لردود أفعال كبيرة جدا جدا في البرتغال الحقيقة على اللي حصل من كريستيانو رونالدو. امبارح كان في ماتش صربيا انتهى بالتعادل 2-2، ده كان في تصفيات التأهل لكأس العالم. رونالدو سجل هدف، الكرة تخطت المرمى أو خط المرمى، الحكم قال ده مش هدف، وده كان يمكن مع اللحظات الأخيرة من وقت المباراة. رونالدو اعترض
كل قوة أخذ إنذار، لأنه طبعا يعني ظهر كده حالة من الغضب، ظهر صحيح أنه خرج من الملعب ورمى شارة قيادة منتخب البرتغال على الأرض، وده كان الحقيقة موقف غريب جدا جدا على رونالدو وعلينا إحنا كمان. النهاردة نجم البرتغال السابق فرناندو ميرا كان بيتكلم في تصريحات صحفية، قال أنه رد فعل رونالدو كان طبيعي، اللي هو يعني الغضب ده كان طبيعي لكن مش مقبول، لأن كريستيانو رونالدو النهاردة قائد. قال كمان أنه ما ينفعش يرمي الشارة ولا يسيب الملعب، هو ما سابش الملعب على فكرة، ولا يتظاهر حتى بأنه هيسيب الملعب والمباراة لسه شغالة. طبعا اللي يعني اللي كان بيتابع طبعا المباراه كانت مباراه قويه جدا جدا، ويمكن هدف صحيح مليون في الميه، رونالدو في الدقائق الاخيره بيحرز الهدف وكان هيبقى هدف الفوز، كان نتيجه 2-2، ورونالدو يمكن شفت حضراتكم في الصوره ان الكره تعدت خط المرمى يمكن بكامل محيطها، كان هدف مليون في الميه، لكن كان في غضب زي ما حضراتكم شايفين واضح جدا ان مدافع صربيا بيحاول يتشيل الكره، لكن الكره خلاص بكامل هيئتها وبكامل محيطها، وده قانون الكره ان لازم الكره بكامل محيطها تعدي خط المرمى او خط الجول، وبالتالي كان هدف صحيح جدا، وده اللي اغضب رونالدو بشكل كبير جدا جدا. تفرق لما تخرج من المباراه بنقطه في تصفيات كاس العالم وتفقد نقطتين بسبب عدم كمان وجود الفار، وده كان كمان علامة استفهام كبيرة. كل الصحف العالمية وخاصة الصحف في البرتغال يعني تعجبت بصورة كبيرة جدا كيف لم يتواجد الفار في هذه المباراة. رونالدو زي ما قالت سامة هو ما خرجش من الماتش، هو تهيأ للناس انه ساب المباراة وخرج، لكن انا برضو في اعتقادي انه يقلع شرط الكابتنة ويرميها في الارض ده مبالغ فيه شوية، غضب، لكن شرط الكابتنة ده قيمة كبيرة جدا جدا، لكن كل ده رونالدو يمكن من خلال الصحف البرتغالية ادوله العذر انه هو كان كمان طلع بتويت النهاردة على حسابه وقال فيها اقدم وساقدم دائما كل شيء من اجل بلدي، هذا لن يتغير ابدا، لكن هناك لحظات صعبة التعامل معها خاصة عندما نرى أمة بأسرها تتعرض للأذى. ده كمان رونالدو بيقول أن فعلا المنتخب البرتغالي تعرض لظلم كبير جدا في المباراة ديت، وكان هدف مليون في المية هدف صحيح. الصحف البرتغالية كمان النهاردة وطبعا أشهر الصحف هناك بولا كتبت عنوان ما بين قوسين كده العار، طبعا على مستوى مش على مستوى رونالدو لكن على مستوى التحكيم وعلى إلغاء الهدف، وقالت ان غياب تقنيه الفار طبعا في صربيا حرمت منتخب البرتغال من فوز مستحق. صحيفه اخرى لجوجو وهي من الصحف كمان الشهيره جدا قالت لابد وحتما استغناب تقنيه الفار، ركزت كمان على تصريحات المدرب فرناندو سانتوس، ده طبعا المدرب الفني او المدير الفني للمنتخب البرتغالي، اللي قال يجب الحفاظ على التركيز، هو طبعا مستاء جدا برضو من نتيجة المباراة، لكن الراجل بيتكلم بكل واقعية لازم نحافظ على تركيزنا ونحافظ على فريقنا. على فكرة منتخب البرتغال من أقوى المنتخبات دلوقتي على مستوى العالم، يمكن المباراة كان أدى فيها رونالدو بشكل أكتر من رائع، منتخب البرتغال منتخب قوي جدا جدا، وغضب رونالدو كان غضب يعني غضب مصرح به بمعنى موقف. أصح يعني هو زعلان جدا لأن فرقت هدف واضح جدا لسهام، والنتيجة 2-2 يفرق معهم جدا الخروج يمكن بثلاث نقاط عن كمان يعني صربيا كمان في نفس معدل النقاط، فكان يفرق مع البرتغال جدا الفوز دوت، لكن الغضب بتاع رونالدو يمكن هو طلع وقال انا بدي يعني الغضب ده معناه خايف على بلدي، ومن حبه لبلده اكيد يعني ظهر هذا الغضب. يعني انا في رايي الموضوع مش قصه هدف احتسب او لم يحتسب، يعني هو الفكره كلها في عقليه الفوز عند لاعب كبير عارف يعني ايه حجم بلده اللي النهارده نابت متضايقه، وهو يمكن قال كده التصريحات اللي انت قلتها من شويه، فالفكره مش قصه هدف لم يحتسب، وعلى فكره هو هدف بنسبه 100%، القصه في عقليه الفوز لدى رونالدو، انا بشوف كده ان انت النهارده غيرته انه فوز امبارح ده طبعا هيأثر على تأهل منتخب بلاده لكأس العالم، لكن هنا يعني أنا مش ببرر طبعا كمان لو اتعمل عندنا هنا هنطلع نقول لأ وما ينفعش وكذا، هي بس لكن موضوع أنا الشارع يعني بكلمك كل أمانة اللي رماها اللي طيحها يعني على الأرض دايما الردود الأفعال لما بتبقى مثلا اللعيب يقلع تيشيرت المنتخب أو تيشيرت النادي ويرميه
ممكن تكون في حالة غضب هو ما يقصدهاش، لكن محسوبة، ده لعيب كبير طبعا. شرط الكابتنة يعني ما كانش يعني شكلها، أنا شايف إن شكلها ما كانش ظريف، لكن كل غضبه وكل طبعا تأثيره على الجمهور اللي هيغضب بعد الماتش ده، هو خوفه وهو عمل له حساب. صحيح بالزبط. بس كده نروح بقى لموقع الحقيقة مؤثر وجميل جدا، يمكن حصل النهاردة موقف ده، حصل في معسكر منتخب كرواتيا اللي بيخوض تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022، وكان البطل الحقيقة فيه لوكا مودريتش. لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني اللي النهاردة بيصبح عميد لاعبي كرواتيا، لأنه وصل لأكبر عدد من المشاركات الدولية النهاردة في تاريخ المنتخب الكرواتي كله. النهاردة وصل للمباراة 135 بقميص كرواتيا، وقرر زمايله النهاردة في المنتخب أنهم يكرموه زي ما أنتوا شايفين كده. كان معهم كمان الجهاز الفني، وكان معهم مسؤولي الاتحاد الكورة، يمكن كان بشكل بسيط وودي داخل المعسكر، وهو يعني اهو متأثر جدا جدا يمكن بالاحتفال يعني البسيط خلينا نقول اللي اتعمل له النهارده. اكيد طبعا لحظات، يعني لعيب عظيم بصراحه في جيله، بيعرف مدى قيمته يعني. طبعا لا هو كمان لحظات رائعه يعني، ودايما بيجي التكريم من بلده، التكريم من منتخبه، بيقدموا له طبعا تورته برقم المباريات اللي عملها. مودريتش من اعظم اللعيبه في اعتقادي اللي جت في كرواتيا، كمان اشاده كبيره جدا من جوزيه مورينيو لما بيسالوه على مودريتش، قال ان مودريتش ما تقارنوش اي حد من في جيل مودريتش بيه، مودريتش صاحب مجهود اكتر من رائع، لعيب مستواه الفني متميز جدا، عنده رؤيه مش موجوده عند لعيبه وسط كتير في العالم، وبالتالي الصوره اللي شفتوها مع حضراتكم او شفناها مع حضراتكم دي تدل كمان على قيمه هذا اللاعب، وان منتخب بلده وبيكرمه بشكل كبير جدا، وهو كمان ماشي يعني احنا نتكلم كمان يمكن معدل العمر زاد شويه، لكن لما بتتفرج مع ريال مدريد قد ايه مودريتش طبعا مؤثر بشكل اكتر من رائع، وزين الدين زيدان كمان بيعتمد عليه بشكل 100%، فده قيمه اللاعب الكبيره اللي بيقدم خدمات لبلده، وان هو دايما تحت امر بلده، وده مهم جدا. ودي كانت لحظات فعلا زي ما انت قلت سام، لحظات جميله في حياه طبعا اللاعب، وهو كمان هيفتكرها مدى العمر طبعا يعني. لما المركز الاعلامي المنتخب بلدك يكرمك او يجمع لك احلى لحظات في مسيرتك كلها خلال مشوارك، فده شيء يعني يمكن هو دوت اللي خلاه يبكي النهارده. صحيح. ودي يمكن من افتكر من اجمل اللحظات اللي في تاريخ مودريتش. خلصت اخبارنا، هنروح لفاصل، بعد الفاصل نستقبل أولى فقراتنا مع الدكتور أحمد ثابت، حديث مهم عن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون بالأرقام في البيت الكبير. بجدد الترحيب بحضراتكم في البيت الكبير، فقرتنا الحوارية الأولى عن أكيد منتخب مصر. منتخب مصر يمكن اللي زي ما حضراتكم عارفين بعد مباراة كينيا تعرض لبعض الانتقادات على الأداء، على مستوى الأداء، حتى على مستوى النتيجة. كمان هنتكلم مع نجمنا الدكتور أحمد ثابت كمان عن مشوار النادي الأهلي إن شاء الله مباراة المريخ، لكن خلونا الأول برحب بك دكتور أحمد، نورنا في البيت الكبير. أهلا بك يا كابتن هاني، وأهلا بالسادة المشاهدين يعني. برحب بيك. قبل الدخول في الأرقام والإحصائيات، وعايز أعرف برضو شفت مباراة كينيا إزاي، وقبل مباراة كينيا عايز أعرف برضو رأيك في المشاكل اللي خارج إطار المستطيل الأخضر، كيفية التعامل مع كابتن حسام البدري فيها. النهاردة كان في مؤتمر صحفي يتكلم على بعض النقاط، لكن إجماليا شايف الأجواء حوالين منتخبنا يمكن خاصة بعد المباراة والنتيجة، يعني النتيجة الغير متوقعة والأداء السيء لمنتخبنا. بصراحة يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الأول بالتأكيد يعني في الأول طبعا كابتن حسام البدري واحد من المدربين اللي ليهم اسم كبير يعني في مصر، وأكيد لما ترشح المنصب ده أكيد السي في بتاعه كان يعني سي في قوي طبعا، كفايه ان هو ماسك النادي الاهلي يعني وحقق بطولات مع النادي الاهلي، وهو جدير اكيد بالمنصب ده. ولكن احنا لما هنتكلم في اكيد طبعا في بعض المشاكل الموجوده في منتخب مصر اللي محتاجه تتعدل وتتطور، سواء داخل الملعب او في اوضه اللبس. اولا اوضه اللبس زي ما حضرتك تكلمت، لازم انت كنت من اول يوم يا كابتن حسام تحسم مشكله الشاره. ايه مشكله انت يعني عملنا ازمه من غير لازمه، بمعنى ايه؟ انا كنت مفروض من اول يوم يا جماعه، انا لو شايف يعني انا وجهه نظري كان مثلا محمد صلاح مش بالادميه، ليه؟
لان محمد صلاح براند. في بعض المنتخبات اللي بيبقى انت عندك نجم اوفر قوي عن الفرقه، او نجم اللي هو واحد من افضل ثلاث لاعبين في العالم، فطبيعي ان انا لما ادي له الشاره ده براند، حتى لما يبقى عليه الشاره بيزود كمان من القيمه التسويقيه للمنتخب، يعني طبيعي. فحتى لو هو وجهه نظره انها تحسن من البدايه، من البدايه سواء حتى محمد صلاح او الادميه مثلا لاحمد حجازي او عمرو السوليه بعد كده احمد حجازي، تحسن من الاول يا جماعه، انا حد الشاره لكذا، سواء اللي عايز يجي، اللي مش عايز خلاص يبقى محسومه. طب انت مش شايف ان اوريدي انك بتطير موضوع الشاره دي ما كانش الاول مناسب؟ يعني مع توليه المسؤوليه والكابتن حسام البدري بدا يعني يتكلم على موضوع الشاره، فانت من رايك ان الامور من الاول خالص ما تجيبش سيره الشاره، ما تجيبش السيره وابقى في يعني ابقى انا متكلم مع اللعيبه ما بينهم خلاص قبل ما اجي ما بيني وما بينهم من غير ما اسير الموضوع في الاعلام خالص. برافو عليك. فاهم؟ من غير ما انا متفق في اوضه اللبس او في التليفونات، حتى في التليفون بتفق مع اللعيبه يا جماعه انا متفق كذا، وبقول لهم ما بيني وما بينهم اللي مش عايز يجي خلاص، انا وجهه نظري كده، اهلا وسهلا. هتلاقي كل اللعيبه خلاص سكتت، لكن انت حطيت نفسك تحت ضغط وضغط الاعلام وضغط الميديا، خاصه ان بصراحه كابتن حسام خسر كتير من جماهيريته في الفتره الاخيره، يعني تحديدا مع النادي الاهلي، مع يعني فدي برضه حطاه تحت ضغط شويه. الناس بتقعد مثلا تسيب له اي حاجه يعملها تلاقي الناس بتتكلم عليها، مرتبه مش عارف زاد، مش عارف المكافاه ايه، فاهم؟ فده برضه ما ساعدوش قوي، انت بتحط نفسك تحت الضغط. المفروض انا من اول يوم اجي امسك يا جماعه انا دي السيطره على اوضه اللبس، دي الحاجه من الاول خالص، دي من الاول خالص. ده بالنسبه للحاجات اللي هي اللي بره الملعب. تعالى بقى نتكلم على الفني، الشغل الفني. انا مش معترض على الاسماء اللي بدات المباراه، في اي ممكن حد مثلا شايف انني شايف مثلا تريزيجيه مثلا او اي اسم، لكن انا بتكلم على السيستم واسلوب اللعب. انا بصراحه في المباراه دي شايف ان منتخب مصر افتقد للشخصيه، منتخب مصر مفيش طريقه لعب، مفيش يعني لما نتكلم اول نقطه، انا مش شايف قوام ثابت لكابتن حسام البدري لمنتخب مصر، دي اول مشكله. انا دلوقتي انا ماسك المنتخب ومعايا جهاز فني، لازم يكون عندي 11 اسم اساسي انا عارفهم وببدا اغير، دي هو عنده ذبذبه شويه، ابدا بحد شويه، دي لازم يبقى انا مستقر على قوام اساسي. الحاجه الثانيه في التشكيل اللي طيب معلش اناقشك في النقطه دي برضو، علشان برضو نتكلم بامانه، يعني دايما المنتخبات الفترات اللي بيتجمعوا فيها على فترات بعيده مش فترات قريبه، من رايك عمليه التثبيت ديت ممكن تكون مشكله؟ لكن انا مثلا يعني النهارده مثلا، وبعدين عندنا ان شاء الله مباراه على مستوى تصفيات كاس العالم في يونيو، ففي فرق 3 شهور او شهرين. انت مش شايف ان برضو الكابتن حسام احسن فتره لكل لعيب في الفتره اللي بختار فيها، يعني افضل 11 لعيب في الفتره ديت بغض النظر عن التثبيت، يعني ممكن جدا يكون على سبيل المثال مثلا انني في فترات طويله على مستوى الارسنال ما كانش كويس، حتى كان موجود في تركيا المستوى مذبذب شويه لكن كان بيجي يلعب. بالعكس حصل مع النني في افضل فترات تالقه مع الارسنال، عنده ثقه كبيره جدا في نفسه، لقينا الوضع مختلف. مش المفروض ان انا احسن 11 في الفتره دي هو اللي ابدا بيها؟ ايوه. في نقطه برضو تكمله لكلام حضرتك، ممكن تكون دي العذر الوحيد يعني في النقطه دي تحديدا، لكن ما فيش عذر في الكلام الفني، في العذر كقوام طبعا. العذر الوحيد ان برضو فتره كورونا هو خلى الدوري يكمل، فما عملش فتره، ما قدرش ان هو يجتمع مع اللعيبه او يعمل معسكرات اعداد على فترات طويله، فدي برضو ليه نوعا ما نقدر نعذره او نديله برضو العذر في الحته دي، وهو ليه كل الحق بصراحه، وهو لان هو كان كمان عشان برضه ندي له حقه في كان مفروض في معسكر واجنده دوليه في اكتوبر هو استغنى عنها بس هقول لحضرتك برضه على حاجه كابتن هاني، ده عذر بس برضه انت نجوم، انت محمد صلاح، صحيح. انت تريزيجيه، انت مصطفى محمد، انت لو قعدت مع ليله المباراه وحفظته الطريقه هيطبقها، يعني انت بتتعامل مع نجوم مش بتتعامل مع فرق يعني لعيبه قليله، يعني انت دلوقتي عندك لعيبه مش موجوده قبل كده في مصر. طب انت عندك سؤال صريح كده، ايه اللي خلى شكلنا بهذا الاداء والنتيجه؟ اعتقد النتيجه يعني النتيجه هي ايجابيه في لوصولنا لكن سلبيه على مستوى المشكله النتيجة. المشكله كانت في استخدام اسلوب كابتن حسام البدري في الضغط. اولا احنا افتقدنا الشخصيه، انت الماتش ساعدك وجبت هدف مبكر، تمام، جبت هدف مبكر، مفروض اضغط ضغط عالي. شخصيه منتخب مصر اولا ما كانش فيه ضغط خالص، الاربعه اللي قدام انا ما شفتش سياسه ضغط،
لازم كابتن حسام يوضح لنا سياسه الضغط ايه في الماتشات الجايه. انا منتخب مصر، انا بلعب معلش مع احترامي للمنتخبات، انا اعلى منهم بكتير، سواء كينيا سواء توجو سواء جزر القمر، المفروض انزل من اول دقيقه اعمل ضغط عالي، يعني ما كانش فيه ضغط عالي، فده بالتالي انا بلعب ضغط منخفض. بعد ايه اللي خلاك ترجع، ايه اللي خلاك تتراجع بعد ما انت كسبان، بعد ما انت متقدم؟ ده احنا قلنا هنكسب 4-5، انت كنت تدوس عليهم مش تدخلهم الجيم. السبب الاساسي ان انت دخلتهم الجيم، دي المشكله الاساسيه. الحاجه الثانيه زي ما قلت لحضرتك، مفيش اسلوب ضغط واضح، مفيش. يعني احنا مثلا مع كوبر كنا اسلوبنا معروف، في سياسه ايه اللي هو انا بلعب في دفاع في وسط ملعبي، دفاع منطقه، وبلعب على الهجمات المرتده من خلال ان انا بمرر لصلاح او بمرر لتريزيجي. ده اسلوب فكر راجل دفاعي. انا مع كابتن حسام البدري في المباراه الاخيره احنا ما هاجمناش ولا دافعنا، صحيح. احنا ده بسبب ايه؟ بسبب غياب الضغط. طب ما ضغطتش ضغط عالي، وبالتالي انت ما كانش في سرعه استرجاع للكوره. طب كان فكر كابتن حسام البدري ايه في المباراه؟ ما كانش واضح بصوره كبيره. هو كان نوعا ما فكره ان انا هلعب 4-2-3-1، هرجع في الحاله الدفاعيه محمد مجدي قفشه، يرجع كارتكاز ثالث مع طارق حامد وحمدي فتحي، فالطريقه تتحول 4-1-4-1. تعالى حضرتك نشوف الحالات الفنيه. اول حاله معانا لو استعرضنا الحالات هنشوف ازاي غياب الضغط بتاع منتخب مصر، وده اللي خلانا نفقد شخصيتنا. ده الكلام بقى اللي نقدر نقول عليه ان هو ده اللي دخل فريق كينيا المباراه، ده اللي دخلهم للمباراه، ده السبب الفعلي. لكن انت تقدر تعدي لكابتن حسام في الفتره الجايه، لان هو مدرب طبعا صاحب بصمه كبيره وصاحب امكانيات كبيره. يعني اربعه ادي طريق، اولا ده اداء، اولا دي الصوره اهي. الضغط احنا بنعمل ضغط فين؟ ما بنعملش ضغط عالي، وده انا مش شايف ان ده اسلوب منتخب مصر. اسلوب منتخب مصر لازم يضغط على الدفاع وحارس المرمى. طبعا الصوره ديت انت حضرتك بتتكلم برضه عشان الساده المشاهدين يفهموا، ده اللي واقف على خط النص ده اعتقد مصطفى محمد. مصطفى محمد. وعندك قفشه تقريبا انضم للثلاثي، خلينا نتكلم قفشه وحمدي فتحي. فاولا لازم يكون الضغط العالي، ان مصطفى محمد يقابل مش عند خط النص، يقابل من عند الدايره، يقابل من هنا، يقابل يا اما الاثنين المساكين، يا اما من عند حارس المرمى. وبالتالي كمان صلاح يبقى متقدم شويه، صلاح يبقى متقدم. لكن انا ده اسلوبه، ان انا بلعب 4-2-3-1 بتتحول ل 4-1-4-1 في الحاله الدفاعيه. ازاي؟ بسقوط قفشه وحمدي فتحي، ووراهم مين؟ طارق حامد. طارق حامد هو اللي مش باين في الصوره، مش باين في الصوره، اللي هو 4-1-4-1. ده كان فكر كابتن حسام، بس ده مش اسلوب منتخب مصر. اسلوب منتخب مصر ان انا اضغط ضغط عالي واسترجع الكره بسرعه، خاصه ان انا ما بلعبش المغرب، ما بلعبش الجزائر، ما بلعبش تونس، ما بلعبش كوت ديفوار، ما بلعبش نيجيريا. تمام، ما بتلعبش مستوى اللي هو اول خمسه في افريقيا مثلا، انت بتلعب فرق اقل منك بكتير، فانا لازم اضغط ضغط، خاصه كمان ايه؟ ان انا جبت جون بدري. صحيح. فده ما دخلهمش الجيم، دي كانت الفكره الاساسيه. بس برضو خلينا نتكلم من خلال الصوره ديت، طبيعي جدا انك حتى لو لعبت 4-1-4-1 ان ما يكونش في مساحات ما بين خط الظهر وخط النص. لكن ده ظهر كمان، يعني احنا الصوره دي بتدل ان احنا متراجعين بدون لازمه، يعني التراجع لغايه نص الملعب ده مش مطلوب. كمان اسلوب بناء الهجمه بتاعه، هو كان كابتن حسام بيعتمد على ايه؟ اسلوب، مش اسلوب لعب منتخب مصر ان انا هلعب التمريرات الطوليه. صحيح، انا منتخب مصر بيلعب زي النادي الاهلي، تمريرات قصيره واستحواذ. لكن هو ممكن يكون فكره ان انا عندي مصطفى محمد مميز في الالتحامات، ولكن انت ما استغلتش ميزته في الالتحامات. ليه؟ لان الكره الثانيه اصلا ما كانتش بتاعتنا. صحيح. عشان نتيجه ايه؟ نتيجه المساحات الموجوده الكتير جدا ما بين وسط الملعب وما بين المهاجم. صحيح. وده بسبب ايه برضو؟ بسبب غياب الضغط، يعني الفرقة الخطوط متراجعه، الخطوط يعني متباعده. ليه؟ لان انا ما بعملش ضغط عالي. انا لو هلعب تمرير طولي مفروض انا مثلا الكره هتقع من عند مصطفى محمد، الكره الثانيه انا بضغط قدام لازم. صحيح. فدي اول مشكله، ان انا ما عنديش سياسه ضغط واضحه لكابتن حسام. الحاجه الثانيه، المساحات، الفجوات الكبيره جدا، احنا ما كانش لينا اسلوب لا دفاعي ولا هجومي بسبب الكلام ده، بسبب غياب الضغط. ده الشكل الواضح. بس الحاله اللي بعد كده نخش في الحاله الثانيه، ده بص ده حضرتك قفشه اهو بيرجع يدافع في الحاله الدفاعيه برده كارتكاز ثالث. قفشه برده واحد من المكاسب في الفتره الاخيره سواء للنادي الاهلي او لمنتخب مصر، بالفعل اكتسبنا صانع العاب مميز. الحاله اللي بعدها بص حضرتك، دي بقى المشكله الثانيه اللي هي ايه؟ انا مش عارف استغل القدرات اللي عندي. محمد صلاح ظهر بشكل سيء، تريزيجيه ظهر بشكل سيء، مصطفى محمد ظهر بشكل سيء. بسبب ايه؟ بسبب ان انا مش عارف استغلهم. هنا محمد صلاح الدور الدفاعي مش ما بيدافع. بص محمد صلاح فين؟ وبص الجناح ده فين؟ الطبيعي دي المشكله الاساسيه لمنتخب مصر في الماتش ده، ان محمد صلاح انا مش مديله، ما بيرجعش يدافع، او مش مديله ادوار دفاعيه. بس دوت خلي بالك برضو، يعني عدم نظام، مش هنقول لمحمد صلاح في وسط الملعب شويه، لو انت قايل تعليمات لمحمد صلاح خليك معلق قدام عشان لما ناخد الكره نطلع عليك،
فمحمد صلاح متأخر، لكن الشكل الدفاعي الطبيعي جدا ان اللي بيحل محل محمد صلاح في اللقطه اللي زيت واحد من الاثنين الديفندر. لكن هنبص هنلاقي هو بيلعب بثلاثه ارتكاز، قفشه بينزل قفشه دلوقتي حمدي فتحي هيروح هناك، وقفشه هينزل وطارق حامد في النص. بالظبط، لازم واحد يكون مغطي الحته اللي ورا. ده انا مش مدي تعليق، فده انت النهارده محمد هاني بيروح عليه اثنين. بالظبط، فانت محمد هاني مظلوم لان محمد صلاح مش هيرجع، وانا مش مدي له تعليمات بكده، او هو ما بيرجعش، فدي كانت مشكله. طب انا حل ايه؟ الحل بتاع الموضوع ده حاجه من الاثنين، يا اما ادخل محمد صلاح في العمق كمهاجم تاني وابعده خالص عن الطرف. ليه؟ لان هو مش هيرجع يدافع. انا عايز برضو وجود محمد صلاح في الملعب ده واحد من اهم اللعيبه في العالم، لازم يبقى متواجد قدام في العمق، ما ادلوش تعليمات دفاعيه. يا اما الحل الثاني يعني مثلا العب 4 4 2 ومحمد صلاح ومصطفى محمد مهاجم تاني، يا اما 4 3 3 صحيح بوجود 3 ارتكاز زي طريقته مع ليفربول. مزبوط. بيبقى محمي بوجود 3 ارتكاز ومش هديله تعليمات دفاعيه، لو حتى لو هيدافع 10% 20%. يعني انت كان ممكن الدور بتاع برضه يبقى نفس التشكيل هو لكن الادوار تختلف، بمعنى ان بدل ما بتلعب 2 ارتكاز تلعب بواحد وقدامهم 2، يبقى مثلا لو مثلا طارق حامد والنني مثلا، يعني نتكلم على التشكيل دوت، كان يبقى مثلا طارق حامد على يمينه حمدي فتحي وعلى شماله قفشه، وفي نفس الوقت يبقى بتلعب بثلاثه بنفس التشكيل، تبقى ثلاثه ارتكاز صريحه. بالظبط، دي بالزبط. ويبقى محمد صلاح انت مدي له تعليمات هجوميه اكتر، فانت كده حميته. فدي بالزبط. دي النقطه، انت كده وكان يعني انت لما بدات مثلا بتشكيل اي مدرب طبيعي ان هو مثلا يبدا او يكونش موفق، مفروض الشوط الثاني عدل. صحيح، يعني انا شفت ان مثلا محمد صلاح ادي يعني هات الصوره اللي بعدها، الحاله اللي بعدها هتلاقي نفس المشكله برضو اهي، نفس الكلام بالظبط، نفس المشكله برضو، محمد صلاح واقف قدامه ومفيش وده لوحده، محمد هاني برضه لوحده. طب انا لما اشوف كده المفروض اعمل ايه ما بين الشوطين؟ ادخل محمد صلاح للعمق مثلا وانزل مثلا جناح يمين يقفلها، او اودي قفشه جناح يمين، ما هو بيلعبها، ما لعبها في الماتش الاخير قدام فيتا كلوب وجاب جون هناك لما لعب جناح يمين. اذا في حلول كتير انا كنت ممكن اعملها في المباراه دي. اوكي، المشكله دي المشكله الثانيه اللي هتواجه مصر برضه في المباريات الاتقل. ليه؟ كل الفرق لما تتفرج هيعرفوا ان محمد صلاح مش بيرجع يدافع، محمد هاني بيبقى لوحده، انا طبيعي ان انا هحط جناح شمال قوي واخلي الباك يطير في ظهره. يعني مثلا منتخب تونس لو طاير علي معلول هيقدر يستغل المساحات دي طبعا. فانا بالتالي هل لازم كابتن حسام يطور الطريقه اللي في الفتره الجايه كده؟ هل انا الطريقه دي مناسبه؟ طب انا لازم استغل محمد صلاح العب 4 4 2 احسن واحط محمد صلاح مع مصطفى محمد او محمد شريف، ولا العب 4 3 3؟ هو الطبيعي لو عايز صلاح يعني توفر مجهود محمد صلاح للنواحي الهجوميه، اعتقد 4 3 3 هي الانسب لمحمد صلاح والامكانيات محمد صلاح. هي الفكره تطبيق الثلاثه اللي في نص الملعب، هل التطبيق هيكون مثالي؟ يعني احنا متعودين في مصر دايما بيبقى في بلاي ميكر في 10، فهل على مستوى المنتخب ممكن نستغنى عن 10 او توظيف 10 يبقى دبل بوزيشن بيلعب 10 بيلعب في نفس الوقت 8؟ فهو ده السؤال. احنا عندنا النني وعندنا عمرو السوليه وعندنا حمدي فتحي بيلعبوا 8 وقفشه بيلعب 8. صحيح صحيح، واللي بيلعب 6 طارق حامد ودونجا. مظبوط، في بيراميدز. فانت مزبوط. عندك وفره في الحته دي. تمام. يا اما لو مش عايز 4 4 2 ويبقى محمد صلاح يدخل في العمق جنب مصطفى محمد. تمام. انا كده ما قدرتش اوظف، عشان كده محمد صلاح ما قدرتش اوظفه. توظيف محمد صلاح برضو الفترة الجاية محتاج شغل من كابتن حسام البدري. نخش في الصورة برضو اللي بعدها، دي نفس الفكرة. بص حضرتك، ده الباك الشمال طاير، محمد صلاح مش موجود، طارق حامد بيحاول يرحل شوية. بالظبط، هو كان يعني ده طبيعي ده. كان لازم يقرب، يعني دي يمكن صورة مقبولة إلى حد كبير. يعني إنما طارق حامد بيحاول، بس برضو الباك بيرفع لوحده خالص، والكرة دي كانت هتيجي جون. يعني بيرفع لوحده محمد هاني برضو لوحده، طارق حامد بيحاول يرحل، المفروض قفشة هيرجع هنا كارتكاز ثالث هناك، وتبقى ثلاثة في وسط الملعب. صحيح. فدي برضو دي أنا شايف إن دي مشكلة من واحدة من المشاكل الكبرى اللي لازم كابتن حسام يلاقي لها حل في الفترة الجاية، اللي هي حتة الجبهة اليمين في منتخب مصر. وهل محمد صلاح طب مش هيرجع يدافع، طب أنا هتصرف إزاي؟ أحطه في العمق ولا ألعب ثلاثة ارتكاز؟ تمام. الحاجة التانية برضو هو مصطفى محمد ما ظهرش بشكل كويس. ليه؟ مصطفى محمد مميز في العرضيات في استقبال الراس، ومفيش اصلا عرضيات. وكمان الفكره برضو ان لو اهتميت بموضوع العرضيات، انك لازم طبيعي جدا تريزيجيه بيخش لجوه ما بيرفعش بشماله. صح. على الجانب الاخر محمد صلاح بطبيعته ان هو حتى لما بيستلم بيخش لجوه، لكن هتعتمد على الكروسات من خلال الاجناب، من خلال الباكات، اذا كان محمد هاني او لو من ناحيه الشمال كان ساعتها احمد ايمن، بس ما وصلوش للدرجه ان هم يعملوا 4 5 كروسات. يعني ما الكلام ده برضو من الاول، لو رجعنا من الاول، طب انت لو كنت ضغطت ضغط عالي ولعبت استحواذ وتمريرات قصيره وقدرت ان انت تخلي الظاهرين يتقدموا
واكيد كنت هتشوف مصطفى محمد بشكل احسن من كده ومحمد صلاح بشكل احسن من كده. صحيح. يعني دي وبرده المشكله دي لازم تتحل اللي هي اللي ناحيه اليمين. الصوره اللي بعدها برده لو جبنا بقيه الحالات الصوره اللي بعدها هنلاقي برده دي ده يمكن ده دور ده محمد مجدي قفشه في الفتره الاخيره. محمد مجدي قفشه بيقدم اداء ومسته في التسجيل بره الارض. يعني هو سجل في المباراه دي مباراه كينيا مباراه توجو حتى مع النادي الاهلي سجل في فيتا كلوب بره سجل في برده في نادي الزمالك في مباراه النهائي سجل في المريخ السوداني سجل في الوداد في المغرب. فدي شخصيه لاعب كبير ان هو بيسجل بره الارض. دي شخصيه لاعب اعتقد ان احنا كسبنا في الفتره الاخيره صانع العاب كده. نتمنى ان من قفشه اهم حاجه الاستمراريه اهم حاجه الاستمراريه. ما ينفعش ان انت يعني مثلا تستمر او تعيش على جون بس لا لازم اكمل. دي مهمه الاستمراريه دي اللي بتفرق. في بعض الناس قالوا تراجع مستوى المنتخب في مباراة كينيا نتيجة الرباعي الأمامي، إن الرباعي الأمامي بما فيهم قفشة كمان الناس ما شافتش قفشة أو إن هو بيرجع. إحنا جبنا كذا صورة إن قفشة بقدر الإمكان بيحاول يرجع، وخلي بالك إن قفشة يرجع من بوزيشن 10 إنه يغطي 8. على الباكين ده مشوار كبير جدا وطويل جدا. الطبيعي إن هو ينزل لنص الملعب مع رقم 6 بتاع كينيا. لكن خلينا نتكلم، هل انت مع الرؤيه فعلا ان الرباعي اذا كان تريزيجيه محمد صلاح قفشه مصطفى محمد كان ادوارهم غايبه بشكل كبير، الادوار الدفاعيه بشكل كبير، ده اللي ادى تفوق المنتخب الكيني؟ هو الرباعي ظهروا بشكل، هو مين اللي كان نجم؟ هو ما ينفعش اصلا المباراه باللاعب كينيا او باللاعب جزر القمر ويكون رجل المباراه محمود الونش او الشناوي. صحيح. الحاجه الثانيه ما ينفعش ان انا اكون بلاعب مثلا كينيا او جزر القمر او توجو وتبقى محاولاتي الصحيحه على المرمى واحده بس. ده احنا منتخب مصر واحدة بس ومباراة أنا كسبان فيها أو متقدم فيها بهدف. دي يعني دي رقمين. يعني ما ينفعش إن رجل المباراة يكون مدافع أو حارس مرمى وأنا بلعب فرقة أقل مني بكتير، ما ينفعش إن أنا أروح محاولة واحدة بس صح. ما نظلمش الأربعة اللي قدام، لما يبقوا الأربعة اللي قدام أنا بقول عليهم وحشين أكيد العيب مش من منهم، أكيد في مشكلة تكتيكية معينة أنا مش عارف أستغلهم. والسبب الأساسي إن غياب الضغط، مفيش ضغط، مفيش أسلوب لعب معين. انا عايز اشوف هل انت هتدافع ولا هتهاجم. هل انا مثلا ككابتن حسام بدري هعمل زي هيكتور كوبر هدافع، هلعب مثلا على الهجمه المرتده وهدافع لا مثلا، او هلعب مثلا على الاستحواذ وهعمل تمريرات قصيره وهبدا استغل المهاجم الوهمي مثلا. فكره برضو محمد شريف ممكن يكون له دور مهم جدا في بعض طرق اللعب. هجي لك ورؤيتك لمباراه جزر القمر وايه اللي ممكن يعمله الكابتن حسام البدري عشان يحسن كل اللي بتقول عليه ده. يعني انت دلوقتي اختصارا انت شايف ان مباراه كينيا كان فيها الشكل التكتيكي غير مناسب طبعا لخدمه محمد صلاح، يعني ما كانش فيه سبورت لمحمد صلاح ولا لمصطفى محمد ولا لمصطفى محمد ولا تريزيجيه ولا تريزيجيه. الثلاثه اللي بيلعبوا قدام نتيجه ان احنا شويه ما فيش ضغط من قدام، الواجبات الدفاعيه كانت غير مفهومه بالنسبه لمحمد صلاح وتريزيجيه، ده ادى لتفوق كينيا. طيب على الجزء الاخر الحلول اللي انت شايفها، يعني انت خلاص مباراه كينيا عدت يمكن خدنا الهدف منها الوصول لامم افريقيا، انت شايف من وجهه نظرك الفنيه ايه اللي بقى لو هنلاعب منتخبات كبيره زي الجزائر زي المغرب زي تونس، الشكل الافضل لمنتخب مصر تغيير طريقه اللعب ولا ندي نفس طريقه اللعب مع تغيير وظائف اللعيبه او المهمات اللي يعني بيسندها المدير الفني للعيبه؟ انا شايف ان الفتره الجايه لازم اجرب اسلوب الضغط العالي بنفس الطريقه 4-2-3-1 اجربها في ماتش مثلا بكره، اكلف محمد صلاح ان انا هضغط ضغط عالي هشوف في نفس الوقت انا اقدر استغل سرعه استرداد الكوره. دي نقطه مهمه جدا باستخدام الضغط العالي سواء محمد صلاح سواء قفشه سواء تريزيجيه سواء مصطفى محمد، اقدر ادي محمد شريف برضو. محمد شريف مسته عن مصطفى محمد في حاجه، مصطفى محمد مسته كلها في الكوره العاليه، ان انا لو هلعب تمرير طولي والكوره الثانيه وهعمل له عرضيات هتلاقي مصطفى محمد بيظهر بشكل كويس جدا عامل زي كوكا بالظبط. ما كوكا كده برضو نفس النوعيه، كوكا برضو كان بيجي المنتخب ومش بيبان بشكل كويس. ليه؟ لانه ما كانش فيه عرضيات في نفس الوقت هو عايز عرضيات. الحاجه الثانيه ان الكره الثانيه عندنا كانت قليله، ان انت ما بتستخدمش اسلوب الضغط العالي. اسلوب فهو الضغط العالي ده بيعمله النادي الاهلي، بيعمله النادي الاهلي وانت بتهاجم على طول النادي الاهلي، عشان كده مهاجم زي مثلا مصطفى محمد او كوكا لو في النادي الاهلي هتلاقيه اهدافه عاليه جدا. مزبوط. ليه؟ لان عرضيات بالهبل وضغط عالي وكده فهيبان اكتر. لكن مهاجم زي محمد شريف في المباريات دي اللي هي مثلا لو افترضنا ان احنا غيرنا طريقه اللعب ل 4-3-3 مثلا هتلاقي محمد شريف يبان اكتر. ليه؟ لان محمد شريف مميز عن مصطفى محمد في حته ان هو يسقط للخلف ويفتح مساحات للي جاي من ورا. اسلوب لعب بقى هيخلي لعبك متعه اكتر. أيه. زي اجايه مثلا في النادي الاهلي لما بيلعب راس حربه تلاقي النادي الاهلي بيلعب متعه
تلاقيه بيلعب تيكي تاكا. ليه؟ لان ده لعيب ذكي بيعرف ينزل يسقط لتحت يفتح مساحات لزمايله، ده نوعيه تانية خالص غير مصطفى محمد وغير كوكا وغير مروان محسن، دول كلهم نفس النوعيه ان انا هلعب تمرير طولي. لكن كابتن حسام البدري كان فكره في مباراه كينيا ان انا هعمل تمرير طولي على مصطفى محمد، لا لازم بكره انا شايف حته التمريرات الطوليه دي لازم تتلغي، لازم اعمل رقم واحد ضغط عالي من اول دقيقه. هم عندهم غيابات، عندهم الفارو بن محمد. طب يدينا شويه برضو شويه يعني معلومات كده عن جزر القمر، خاصه تمام. جزر القمر كمان اعتقد لاول مره توصل. اول مره توصل. احنا بالمناسبه عندنا 6 منتخبات عربيه لاول مره في تاريخ كاس الامم توصل 6 منتخبات عربيه، ولسه يعني يمكن يبقى في سابع لو موريتانيا كسبت افريقيا الوسطى يوم الاحد، هيبقوا 7 منتخبات، فهم حتى الان 6 منتخبات عربيه. صحيح. فدي ده رقم قياسي ما حصلش. البطوله الاخيره اللي كانت في مصر كان 5، البطولة دي 6 وممكن يكونوا 7 يعني لو وصلت، فده رقم قياسي. بالنسبة طبعا لك مفاجأة خروج جنوب أفريقيا النهاردة على يد السودان بهزيمة 2-0. طبعا مبروك الأول أشقاء طبعا في السودان الوصول لكأس الأمم. كان آخر بطولة ليهم في السودان كانوا في 2012 النسخة اللي كانت في غينيا والجابون، دي يمكن بقى لهم حوالي 10 سنين ما تأهلوش لكأس الأمم. ألف مبروك ليهم. هم على فكرة برضو خدوا كأس الأمم سنة 1970 ووصلوا نهاية مرتين. فالسودان طبعا فرقة كان من المنتخبات القوية، لكن منتخب جنوب أفريقيا منتخب قوي يعني، في لعيبة تقيلة، بيرسيتاوز وانيه، لا لعيبة تقيلة، وبرضو نصهم كمان في لعيبة كتير من صن داونز. صن داونز ماشي بشكل كويس جدا. اعتقد ان مشكله جنوب افريقيا في المدرب، المدرب بتاعهم محتاج ان هو يعني لو غيروه اعتقد ان قدراتهم هتبان بشكل اكتر. ولكن طبعا مفاجاه كبيره وصول السودان على حساب جنوب افريقيا، خاصه ان مجموعتهم كانت مجموعه ناريه يعني. ولكن بالتاكيد وصول السودان يعني لازم نبارك لهم طبعا، ونبارك لكل الفرق العربيه اللي صحيح. وصلت صحيح. يعني ده حاجه يعني تحترم يعني. طب جزر القمر بقى، اتكلمنا شويه عن جزر القمر، النقاط الضعف نقاط القوه. احنا عارفين طبعا عندهم، يمكن انت قلت لي قبل الهوا، المهاجم والهداف بتاعهم يمكن مش هيشارك في المباراه، الهداف بتاعهم والمدافع اللي هو الفاردو بن محمد، ده المهاجم ده اعلى واحد فيهم في الفرقه، وهو الاعلى قيمه تسويقيه، محترف ريد ستار السربي، قيمته التسويقيه 2.7 مليون يورو، صاحب 31 سنه، يمكن هو سافر صربيا مش هيلعب معاهم. المدافع بتاعهم رقم 4 اللي هو زهاري برضو مصاب، دول الغيابين اللي هم عن اخر مباراه. هم دايما بيلعبوا مع المدرب بتاعهم امير عبده، بيلعبوا 4-4-2 اسلوب لعبهم. ممكن بكره تبقى 3 ارتكاز بنسبه كبيره، يعني 4-3-3 4-3-3 احتراما طبعا لمنتخب مصر، واكيد منتخب اعلى. بس على فكره هم اتاهلوا كمان يعني، ممكن تكون المباراه مفتوحه، عايز يشوف شو بس هو كويس. عنده لعيبه يعني، لعيب اللي هو قائد نوتنجهام فورست، لعيب في اللي هو فؤاد بشير ورقم 8، ده لعيب واحد من افضل اللعيبه عنده، وما لعبوش الماتش اللي فات، فهيعوز يديله في ماتش زي ده. وخاصه كمان مع غياب راس الحربه اللي هو الفاردو بن محمد. مش موجود، فالاحتماليه دي لو حسبناها كده، فممكن اللي هو يدخل فؤاد ده ارتكاز مكان المهاجم، فتبقى الطريقه 4-3-3. يعني يكون راس حربه وتحتيه ناحيه 3، او لو لعب عادي بطريقته المعتاده 4-4-2 يعني. هو طبعا في حراسه المرمى، نستعرض التشكيل، علي احمده ده عنده 24 مباراه دوليه، عنده 29 سنه. الاثنين المساكين المتوقعين بكره نجيم عبده، ده قائد الفرقه قدامنا التشكيل على الشاشه اهو، ما هو من هنا اللي هو رقم 23 ده حارس المرمى اللي هو علي احمده. الاثنين المساكين نجيم عبده او جيمي عبده بالعربيه، ده بيلعب في الدرجه الرابعه في فرنسا، ده الكابتن رقم 6 ورقم 12 اللي هو قاسم رقم 12. الباك اليمين بنجلود يوسف رقم 15 بيلعب في الدرجه الثالثه في فرنسا، هم اغلبهم في الدرجه الثالثه في فرنسا يعني. سعيد بكاري بيلعب في الدرجه الاولى في هولندا. نيجي بقى للاثنين الارتكاز، رافيدين اللي هو رقم 13 ورقم 10، ده نعمل عليه دايره يوسف 10. رقم 10 مشنجامه دوت رقم 10، واحد من احسن اللعيبه في الفرقه، ومتخصص في تسديد الضربات الثابته، لعيب يعني نحاول نقلل الضربات الثابته حوالين منطقه الجزاء لان هو مميز جدا. اللعيب ارتكاز ولابس 10، لعيب ارتكاز وهو اصلا يعني يعتبر صانع العاب، بس هو بيلعب في الحته دي لعيب هجومي اكتر. لو لعبوا بثلاثة ارتكاز بكرة هيدخل فؤاد بشير ومعاهم اللي هو رقم 8 اللي هو بيلعب في نوتنجهام فورست، فيبقى فؤاد بشير ومع يوسف ورافيدين الثلاثة ارتكاز. اللي قدام بقى طبعا فايز سليماني ده رقم 7، ده لعيب حريف جدا وعمل مباراة كبيرة جدا في المباراة اللي هناك على محمد هاني، كان نجم المباراة رقم 7 فايز سليماني، بيلعب في الدوري البلجيكي. الناحية التانية الجناح التاني اللي هو اسمه فايز ده برضو عنده 20 سنة، وده بيعتبروه ان هو يعني لعيب صاعد مميز قوي في جزر القمر، بيلعب في الدرجه الاولى في فرنسا. الاثنين المهاجمين ابراهيم يوسف
بيلعب في الدوري الموريتاني، ده اللي هو غالبا هيبدا لو بدا باثنين راس حربه مكان مين؟ مكان الفاردو بن محمد. اوكي. والمهاجم الثاني اللي هو احمد مغني اللي هو 29 سنه رقم 20 بيلعب في الدرجه الثالثه في فرنسا. ابرز لعيبه في الفرقه دي في التشكيله بكره رقم 10 اللي هو يوسف مشنجامه اللي هو المتخصص في لعب يعني متخصص في لعب الضربات الثابته ومعانا برضو ارقامه هنستعرضها، ورقم 7 اللي هو فايز سليماني اللي هو الجناح الخطير جدا اللي هو رقم 7. دول اهم اثنين لعيبه بكره. ده بيلعب برجليه الشمال رقم 7 اليمين. يبقى بيخش على جوه يعني ناحيه هاني ناحيه محمد هاني. بيلعب الاثنين بس هو اكتر ناحيه محمد هاني. لو استعرضنا برضو مشوار جزر القمر في التصفيات هنلاقي ان هم لعبوا 5 مباريات. خلي بالك برضو نتائجه على مستوى يعني لو احنا دلوقتي بنقرا القرعه لسه بنقول مستحيل احنا نقول توجو مستحيل انها توصل يعني بتتكلم على مصر وتوجو لكن مبارياتهم ونتائجهم اعتقد مفاجاه للجميع يعني. على فكره هو في 10 منتخبات في البطوله في التصفيات ما خسروش، 10 منتخبات منهم جزر القمر. ال10 مين؟ مصر وتونس والجزائر والمغرب وبوركينا فاسو ونيجيريا والسنغال وجزر القمر وغينيا وكاب فيردي. يعني ال10 دول فلما يبقى منهم جزر القمر اكيد فرقه اتطورت بشكل كويس. ارقامهم هم لعبوا 5 مباريات في التصفيات، كسبوا ماتشين ما خسروش ولا ماتش، ده رقم يعني اكيد طبعاً. كويس. اتعادلوا 3 احرزوا 4 اهداف بس هو لعب تجاري ان انا بكسب، قدروا ان هم يصعدوا يعني 4 اهداف في 5 مباريات عليه دخلت شباكه هدفين، يعني عندهم يعتبر نقدر نقول قوه دفاعيه عكس مثلا لو انت كنت قرينا الارقام دي قبل القرعه نقول ان ايه ان هم مثلا هيدخل فيهم 5 في الماتش الواحد 6 حصلت يعني. المجموعه صحيح. فانت لما يدخل فيهم هدفين بس في 5 مباريات ده رقم كويس جدا يعني. برضو نستعرض المعدل العام بتاعهم يعني نسبه الاستحواذ قد ايه. استحواذهم مش كبير، ما بيلعبوش على الاستحواذ، هم بيلعبوا اسلوب التمرير الطولي. يعني هو يعني بكره طويله بياخدوا الكره الثانيه ويبداوا يعملوا الهجمه مهمه جدا الكره الطوليه اللي هو 46% الاستحواذ قدامنا الارقام على الشاشه. معدل التمريرات برضو مش كتير، بيعملوا 344 تمريره بس يعني رقم منهم 274 صح في الماتش. أوكي. التمريرات الطوليه كان في الماتش بقى 36 تمريره طوليه، يعني اسلوب لعب ايه مباشر طبعا، فلازم الاثنين المساكين وطارق حامي او اي حد هيبدا في حته الارتكاز لازم يراعي الكره الثانيه تحديدا. صحيح، دي نقطه مهمه جدا. معدل المحاولات بيعملوا 7 محاولات، رقم برضو يعني مش وحش بالنسبه لهم. معدل العرضيات 7 في الماتش الواحد. معدل الالتحامات 68 التحام كسبوه من 145، فده برضو بيأكد ان هم منتخب على المستوى البدني قوي، مش وحش يعني. دايما بنتكلم على لما بنتكلم على المنتخبات الافريقيه خاصه المستوى الثاني والثالث دايما يقول لك حراسه المرمى والسردباكين عندهم مشكله. دايما نقول ان يمكن مميزين مثلا بسرعات في قدام عندهم راس حربه. الاثنين الديفندر مهاريين مش مهاريين قوي لكن عندهم قوه وعندهم الفرقه اتغيرت شون. ايه بقى اللي اتغير في الكلام اللي قلته دوت على جزر القمر؟ الفرقه اتغيرت. افريقيا زمان فعلا كنا نقول مثلا الاثنين بطاء، الحارس مثلا الحارس تلاقي ايه كان يقولوا زمان الكره سخنه بالظبط فاهم، الكره تقع من ايده كده يعني تحس ان هو ايه. لا افريقيا اتطورت بشكل كبير لما تشوف مثلا جزر القمر بتصعد، موريتانيا بقت بتدخل في كاس الامم، الفرق الافريقيه اتغيرت، افريقيا اتغيرت بشكل كبير جدا. بالنسبه لجزر القمر لا هو فرقه طبعا على مستوى الدفاع الاثنين المساكين اغلب الاهداف اللي بتيجي فيهم من كرات عرضيه من مشاكل في العمق، يعني الماتشين اللي شفتهم ليهم محاولات على وانت قلت لي رقم 7 رقم مش قليل وخاصه لو قارناه بمصر على مستوى منتخب مصر 9 تسعة محاولات في المباراة الواحدة وده يعتبر باسم مصر رقم قليل. قليل طبعا، أرقام منتخب مصر المعدل العام فيها قليل، ده اللي كنت بقوله لحضرتك مفيش أسلوب لعب واضح لينا في المنتخب. يعني لو استعرضنا أرقام منتخب مصر مثلا نحب برضو إيه يعني أرقام منتخب مصر جدا. تدينا برضو انطباع وإحنا يعني عايزين دايما الأحسن، وإن شاء الله أنا متوقع بإذن الله بكرة على مستوى النتيجة وعلى مستوى الأداء نكون أفضل كتير. لكن طبعا هناقش كمان معاك يمكن كمان على المستقبل القريب، نتكلم على تصفيات كأس العالم، هنتكلم على دوت لأن أنت دي نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة والناس مش شايفة مش واخدة بالها. قدامنا شهرين ونبدأ تصفيات كأس عالم، ودي يعني. دي هتفرق معانا في إيه؟ أنت عندك في المجموعة ليبيا والجابون وأنجولا. ليبيا منتخب كويس جدا، يعني فيها مثلا حمد الهوني اللي هو لعيب الترجي، فيها مؤيد اللافي صانع العاب الوداد المغربي، فيها نيس سالتو المهاجم اللي كان بيلعب في اهلي طرابلس، فيها سند الورفالي مدافع الرجاء المغربي، فانت بتتكلم ان ليبيا اسماء قويه جدا وبداوا يرجعوا يلعبوا على ملعبهم، فده برضو هتديهم وهيلعبوا على الملعب غير اللي لعبوا عليه اخر مباراه اللي هو الملعب الرئيسي بتاعهم لما يجوا يلعبونا. فليبيا بتتطور وليبيا فيها لعيبه كويسه جدا،
ده بالنسبة لليبيا. تعال للجابون، عندهم التلاتة اللي قدام حاجة رهيب. منتخب الجابون يعتبر أقوى منتخب معنا في المجموعة، التلاتة اللي قدام سواء بوبانجا أوباميانج، التلاتة اللي قدام في منتهى يعني. اتفرجت على الماتش الأخير، كور ايه صراع، تلاتة صراع رهاب يعني، من اليمين ومن الشمال. منتخب قوي جدا منتخب الجابون ده، منتخب صاعي يعني، منتخب جاي. فده اللي بكلمك عليه، يمكن احنا مشغولين شويه بعمليه كينيا الاداء كان وحش، طب هنعمل ايه مع جزر القمر؟ كل ده مقدور عليه، احنا كده وصلنا امم افريقيا. في امم افريقيا اكيد حساباتها تختلف تماما بالاسماء، المنتخبات اللي وصلت اكيد هتبقى بطوله قويه جدا. لكن عايز اناقش معاك بالتفصيل شويه عمليه كمان كاس العالم، تصفيات كاس العالم، مشوار كاس العالم، شكل التصفيات. يمكن اللي في مصر ما بنحبهاش او شكل التصفيات ده، هنناقش كل دوت مع الدكتور احمد ثابت بس بعد الفصل. اهلا بحضراتكم مره تانية، برحب بحضراتكم وبرحب بضيفنا الدكتور احمد ثابت. احمد، كنا بنتكلم قبل الفاصل على شكل تصفيات كاس العالم. احنا مشغولين بالتاهل لامم افريقيا، الحمد لله تاهلنا، مشغولين بالاداء والنتيجه وجزر القمر، لكن كمان على مستوى كمان احنا تقريبا في شهر يونيو هنبدا اول مباراه او اول مشوارنا في تصفيات كاس العالم. شايف ازاي مشوارنا وعايزين نعكس دوت على ايه اللي لازم يحصل في خلال الشهرين اللي جايين عشان يكون كمان الوصول لكاس العالم يعني عندنا امل باذن الله ان احنا نوصل لقطر 2022. اولا زي ما قلت لحضرتك، احنا معانا طبعا مجموعه ليبيا، الجابون، انجولا، مجموعه تعتبر مش سهله او متوسطه بالنسبه لنا. الجابون هو اقوى فرقه فيهم طبعا. انت كل مباراه بتخسر فيها يعني او بتتعادل بتخسر نقط، بمعنى ايه؟ انت بعد ما مثلا ان شاء الله يعني تتصدر المجموعه اللي فيها ليبيا والجابون وانجولا، هم 10 مجاميع، هيصعد كام فرق؟ 10 منتخبات. هم بياخدوا الاول بس، عشان الاول بس في المجموعه بتاعتنا هياخدوا الاول، الاول بس في تصفيات كاس العالم، يعملوا 10 منتخبات. ال10 منتخبات دول يتقسموا 5 و5 يلعبوا بعض. طب لما يتقسموا 5 و5 هتتقسم ازاي؟ على حسب التصنيف. يعني هم هياخدوا افضل او افضل 5 على مستوى المجموعات. يعني مثلا الجزائر، المغرب، كوت ديفوار، تونس، السنغال، اللي هم اول 5، فانت لازم تخش في اول 5 دي. ليه؟ لان انت لو ما دخلتش في اول 5 هتقابل الجزائر، هتقابل تونس، هتقابل مثلا التصنيف دوت بالبوينت اللي التصنيف التراكمي، اللي هو مثلا انت اتعادلت او خسرت في الماتشات اللي احنا عمالين مستهترين بيها دي مثلا، هتفرق معاك في التصنيف بعد كده. يعني حتى تعادلنا مع كينيا نتيجه مش حلوه قوي، لكن بتاثر عليك، بتاثر عليك في التصنيف التراكمي. كل ما بتكسب في الفتره دي قبل ما يتعمل القرعه، وتحديدا برضو في مع المجموعه في ليبيا والجابون وانجولا، كل ما بتكسب ماتشات كل ما تصنيفك يزيد اكتر، كل ما تاخد نقط اعلى. يعني دلوقتي مصر السادس على السادس، يعني دلوقتي احنا لا قدر الله لو تصفيات كاس العالم بكره او احنا وصلنا، هتتحط في المركز او في المرتبه اللي هي الاولانيه، اللي هي بتقابل اول 5 فرق من الاقوى، يعني الجزائر بقى والمغرب. فانت انت محتاج تكسب اكتر عشان توصل للخامس. صحيح. كل ما بتكسب كل ما ايه، كل ما بتبقى في التصنيف الاول، بحيث ان انت تبقى فرصتك اسهل شويه، بحيث ان انت تبعد عن المنتخبات الثقيله. يعني مثلا لما لعبنا الكونغو وعانا في المجموعه، لما كان معانا الكونغو كان معانا منتخب اسهل شويه، عكس مثلا لما قابلنا مين قبل كده، كوت ديفوار مثلا، قابلنا لما عملنا ماتش فاصل مع الجزائر. كل ما بتقابل فرقه بيبقى فرصتك في الصعود طبعا احنا اقوى، يعني عندنا اسماء اقوى وعندنا، بس طبعا بتسهل فرصتك لما بتقابل منتخب اقل شويه، بتسهل ده من خلال تجميع النقاط. طيب تعال علشان نطبق الكلام ده عملي، نشوف معدل المنتخب، معدل الارقام منتخبنا لغايه دلوقتي في المشوار مع الكابتن حسام البدري، ونبدا نبص للارقام ونقول لا ده احنا على المستوى مثلا الهجومي لازم نزيد، لازم على المستوى يعني من خلال الارقام نبدا نحسن. يعني اولا المنتخب مع كابتن حسام في التصفيات لعبنا 5 مباريات، كسبنا 2 من 5 وتعادلنا 3. طبعا رقم وما خسرناش ولا ماتش، رقم كويس ان احنا ما خسرناش ولا ماتش، بس في مجموعه سهله زي دي عدد الفوز قليل، 2 من 5 قليل. الحاجه الثانيه الرقم الاهم عدد الاهداف، 6 اهداف فقط في 5 مباريات، ده بياكد ان احنا عندنا، وعندنا محمد صلاح. لا ده عندنا محمد صلاح وعندنا مصطفى محمد وعندنا تريزيجيه وعندنا محمد شريف وحسام حسن وعندنا يعني
يعني عندنا اسماء كبيره. فانت ده كفايه محمد صلاح لوحده ويبقى انت عندك 6 اهداف في 5 مباريات، رقم قليل. طيب يبقى كمان من الرقم ده برضه عشان نترجم، يبقى احنا محتاجين نقوي المستوى الهجومي، لازم تجيب في المباراه 2 و3. في مباراه زي بكره لازم تكسب وتدوس، لازم انت مباراه زي بكره دي لما تكسب فيها 2 و3 بتديك ثقه، بتساعد لك الثقه عند الجمهور، الثقه في نفسك، بتدي الثقه كمان للعيبه، دي بتفرق كتير وكمان بتزودك في التصنيف. فمكسب زي ده يعني مباراه للصداره بس بتقويك اكتر، بتكسبك، بتديك ثقه. تمام. بنبص برضو على معدل الاستحواذ، اولا احنا دخل فينا 3 اهداف في 5 مباريات، برضو رقم مش حلو، رقم كبير يعني بالنسبه لمنتخب مصر وعلى مستوى المنافسين. بالظبط بالظبط. معدل الاستحواذ بتاعنا 53%، رقم كويس، ان انت يعني برضو ممكن كان يوصل اكتر من كده بس مش وحش. معدل التمريرات 502، برضو رقم جيد. معدل التصويبات بتاعنا ده الرقم السلبي، ان احنا بنعمل 9 محاولات بس في الماتش الواحد، وده رقم قليل. انت كنت لسه بتقول لي جزر القمر بتعمل 7 محاولات، فمقارنه باسم مصر وجزر القمر يعني محمد صلاح لوحده في ليفربول بيعمل بال6 وال7 ولا بال11 في الماتش. فانت لما تعمل هنا 9 كفرقه رقم قليل جدا. بالنسبه لخارج المنطقه انت بتعمل منهم 3 وداخل المنطقه 6. معدل العرضيات برضو مش كتير، 10 في الماتش الواحد، فكده عشان كده مصطفى محمد مش ظاهر قوي. صحيح. فلازم بكره عشان تستغل الكلام ده لازم تعمل عرضيات كتير، لازم يكون في اسلوب ضغط، ده باكد عليها مره تانية، لازم اسلوب ضغط ولازم سرعه استرداد الكوره ولازم يكون في استحواذ، لعب على الاستحواذ. طيب علشان نروح لمباراه بكره والكلام اللي انت بتقوله يا احمد يتنفذ وان شاء الله يتنفذ بشكل كبير، محتاجين ادوات في الملعب، محتاجين تشكيل. ايه من وجهه نظرك علشان ده يتنفذ بكره؟ عايزين ضغط عالي، عايزين اهداف، عايزين كروسات، لو هنشتغل على مصطفى محمد يبقى عايزين الاجناب تشارك، عايزين اداء كويس وعايزين مكسب كويس. وجهه نظرك كابتن حسام ممكن يبدا بمين بكره عشان ده يظهر على الملعب؟ يعني اتوقع ان هو هيدي فرص لبعض الناس، يعني اتوقع ده اللي قاله يعني هيدي، هو اكيد الشناوي في حراسه المرمى يعني ده ما فيش خلاف عليه يعني اعتقد. بالنسبه للاثنين المساكين الونش طبعا احمد حجازي مش متواجد فغالبا هيدخل مكانه علي جبر، هيبقى الونش وعلي جبر. ناحيه اليمين برضه هيغير مش الباكات. ممكن يشوف ياسر على حساب ياسر الونش؟ لا غالبا هو يعني علي جبر كان واخده او قناعاته بعلي جبر اكتر، انا بتكلم ككابتن حسام بدري. ايوه انا فاهم. يعني ككابتن حسام بدري هو انا كتشكيل متوقع هو كان واخد علي جبر واخد ياسر ابراهيم في الاخر بعد تقلقه في المباراه الاخيره. فاعتقد علي جبر برضو كباكات، مثلا ممكن عمر جابر ناحيه اليمين، يعني هيدي عمر جابر مثلا على حساب محمد هاني. ممكن برضو الناحيه الثانيه عبد الله جمعه، هيبقى التغيير ورا اكتر لكن قدام ممكن يكون في ثبات. طيب قول لي يعني على مستوى وسط الملعب. وسط الملعب النني والسوليه زي ما قلنا يمكن قبل هو النني والسوليه في الاثنين الارتكاز، قفشه لانه ماشي بشكل كويس جدا، ودي برضو حاجه انت ليه انا لسه هقف عند قفشه. انت بتقول وانا من وجهه نظري كمان انه المفروض يعني المجهود البدني اللي اتعمل من خلال لو اتكلمنا على محمد هاني فرايي انه لازم يريح المباراه بتاعه بكره لان مجهود بدني كبير جدا وهيرجع بعد المنتخب هيروح على مباراه كبيره. نتكلم كمان على قفشه بيعمل مجهود ويمكن انت جبت صور مميزه جدا ان قفشه بنشوفه بيرجع وبيروح، فالاداء البدني خاصه لقفشه، لو شلنا قفشه مين اصلا رقم 10 موجود في المنتخب عشان يلعب مكان قفشه؟ هو احسن واحد كان يلعبها اوباما، يوسف اوباما. اوباما بصراحه اوباما ماشي بشكل كويس جدا مع نادي الزمالك ومن هدافين الدوري، ما اعرفش ازاي بصراحه ما اتخدش، يعني هو قفشه واوباما احسن 2 دلوقتي في مصر في حته صناعه اللعب، حتى احسن من عبد الله السعيد، يعني الاثنين على مستوى الفتره الاخيره، مستوى الفتره الاخيره كاداء الاثنين ماشيين بشكل كويس. اوباما بيهدف من هدافين الدوري، لعيب مهاري ولعيب عنده الفكر، ما اعرفش ما اتخدش ليه برضو، يعني اوباما كان ممكن يفيد في المباراه زي دي ان انت تقدر تجربه. صحيح. يعني ماشي بشكل كويس. صحيح. وتريح قفشه. طيب. في نفس الوقت طيب لو بكره مثلا ما بدأش بقفشه، ولا انت شايف ان بكره هيلعب؟ انا شايف ان هو يعني من الناس المقتنعه جدا بقفشه يعني. ولو ما بدأش بقفشه هيبقى محمد فاروق زي ما نزل في المباراه الاخيره، بس محمد فاروق برضو لعيب اجنب اكتر منه بلاي ميكر، هو واخده كده يعني، هو الوحيد اللي ينفع كصانع العاب كفكر كابتن حسام كقايمه هو محمد فاروق بديل قفشه، فاهم؟ الاثنين برضو اعتقد ان محمد شريف هيكون له دور بكره. محمد يعني خلينا نتكلم، انت تكلم 2 ديفندر هيبقى عمرو السوليه قدامهم محمد مجدي قفشه، محمد صلاح، محمد شريف، مصطفى محمد على حساب تريزيجيه. يا اما ممكن محمد شريف يبدا كراس حربه ويبدا تريزيجيه، يعني ممكن يقعد مثلا مصطفى محمد. أوكي. ده برضو دي الاحتمالات الموجوده ان انا ابدا، بس محمد شريف بالتاكيد هيكون له دور بكره اساسي.
يعني اكيد بنسبه كبيره قوي. يعني ادوار محمد شريف مع الكابتن حسام البدري دايما بتبقى على على البوزيشن الجناح، يعني دايما حتى في مباراه توجو تفتكر لما بدا اول مباراه لي واحرز هدف كان بيلعب وينج يمين، يعني ما كانش محمد صلاح ما كانش متواجد. محمد شريف مستو الفعاليه على المرمى، فعال جدا على المرمى. محمد شريف بشوفه يعني انت برضو لو لعبت بكره، لو افترضنا ان احنا بدانا 4 2 3 1 بوجود محمد مجدي قفشه، لازم بكره كابتن حسام يشوف. انا بدات بمحمد صلاح، المشكلتين اللي قلت حضرتك عليهم مع الضغط، الحاجه الثانيه هل محمد صلاح هكلفه بتعليمات دفاعيه ولا لا؟ طب لو مش هيدافع هلعب انا مثلا بقفشه ارتكاز ثالث، انا عندي النني وعندي السليه ممكن اجرب بكره، يبقى مثلا النني والسليه او طارق حامد والسليه وقفشه مثلا، يبقى اجرب بكره ثلاثه ارتكاز دي لازم احطها عشان هتنفعني في اللي جاي. محمد صلاح مثلا لو مش هيرجع يدافع انا ممكن احميه، يا اما احط مثلا اثنين مهاجمين ويبقى مثلا قفشه جناح ومحمد صلاح برضه يعني حطه. يعني انت بتقول ان بكره كمان في فرصه للكابتن حسام البدري انه يبص لقدام، يعني لو ان شاء الله السيناريو يمشي كويس وعندنا نجرب اختلاف طرق اللعب، يعني نلعب 4-3-3 4-3-3 او 4-4-2 بمعنى ايه؟ مثلا لو بدا بقفشه ومحمد شريف، ممكن قفشه بيلعب جناح، ما هو لعب جناح في المباراه الاخيره مع النادي الاهلي جناح يمين، ومثلا تريزيجيه او محمد شريف شمال، واجرب محمد صلاح تحت مصطفى محمد، دي برضو من الحاجات اللي انا اقدر اجربها. الاثنين ماشيين بشكل كويس، محمد صلاح ساعات بيلعب مهاجم مع ليفربول وبيلعب تحت المهاجم، مصطفى محمد هيشغلهم وتقدر تستغل محمد صلاح من تحته، ففي كذا فكره انت ممكن تجربها بكره. بس اهم حاجه الضغط العالي، اهم حاجه الضغط العالي اللي هيسهل عليك كتير جدا الضغط العالي من قدام تاخد في نفس الوقت ملعبه. انت عايز، انت كمدرب بكره عايز من المباراه، انا عايز استفاد من المباراه اللي جاي، فهو فكره ان انا عايز اكسب لعيبه، عايز ادي فرص، لما هشوف ثنائيه مثلا النني مثلا والسوليه هتبقى عامله ازاي، طب هما الاثنين النني هو اللي هيبقى قاطع الكرات والسوليه هو اللي بيزيد دي برضو هتبقى الثنائيه دي هتنجح ولا مش هتنجح، ولا هحط قفشه معاهم كارتكاز ثالث، كل دي سيناريوهات اكيد. في هل احمد ايمن منصور كان لاعب ماتش كويس، هل احمد ايمن منصور اديله اخليه يكمل مثلا كباك ليفت ولا ادي فرصه لعبد الله جمعه، كل دي سيناريوهات هو في دماغه، لان هو برضو في مشكله ان هو ما عندوش باك ليفت، منتخب مصر ما فيهوش ظهير ايسر بقالنا فتره، يعني ايمن اشرف، ايمن اشرف كان بيلعب مساك بقاله فتره، كان بيلعب معانا احمد ابو الفتوح مستواه احمد ابو الفتوح مستواه ساعات متذبذب بكل صراحه. احمد ايمن منصور لما اتجرب يعني ما فيش استقرار في حته الباك ليفت، بقالنا فتره ما عندناش ظهير ايسر في منتخب مصر يقدر يديك يعني محمد هاني خلاص بقى معروف ان انت كهو الباك اليمين الاساسي، مين الباك الشمال الاساسي؟ هل هتدي لايمن اشرف ولا هتدي له في المباريات الخارجيه بس؟ طيب في كمان اسماء على مستوى القائمه، اتكلمنا معاك يعني قبل الهوا بنتكلم، بتقول لي اسلام عيسى لعيب كويس قوي وممكن جدا يفيد الكابتن حسام، تفتكر البوزيشن الافيد لاسلام عيسى ويفيد بيه المنتخب؟ انا شايف اسلام عيسى واحد من اللعيبه الممتازه جدا، واحد من الاجنحه الهدافه، بس هو يعني ايه، هو لما راح بيراميدز مستواه قل شويه، انشغل شويه، بعدين بدا يرجع الفتره دي واخد لاعب الشهر في بيراميدز، بشوفه لعيب مميز، مهاري، سريع، هداف، وانت لو واخده المفروض تجربه، تديله فرصه تشوفه هل اسلام عيسى هينفع كدولي، دي نقطة مهمة جدا، واسلام عيسى لعيب مهاري ولعيب صاحب شخصية، فبشوف انه ممكن تجربه تديه برضه حتى لو الشوط الثاني، لان انت واخده في القايمة وتجربه برضه. احنا بنتكلم هنرجع لنقطة ان المكسب مهم جدا على طبعاً. عملية على الصدارة والتصنيف. هو كده ولا كده هيبدأ بالتشكيل الأساسي بتاعه، وفي نفس الوقت يعمل عملية توازن، ما انا ما ينفعش برضه ممكن أبدأ أغير في التيم كله، خمسة ستة مثلا أغير ستة ويحصل هرجلة تاني صحيح. أو يحصل عشوائية في الأداء، فدي برضو هتفرق معاه، لكن هو على الأقل أنا هثبت اللعيبة الأساسية اللي هي كانت مميزة في الماتش اللي فات، زي مثلا الشناوي، العمود الفقري بتاعي، الونش، مصطفى محمد، اللعيب من الارتكاز مثلا وليكن السلية ككابتن، يبقى أنا عامل عمود فقري للفرقة وأقدر أغير اللي حواليه. محمد صلاح طبعا أكيد هيبدأ، فأنت عندك عمود فقري للفرقة وتقدر تبدل اللي هو اللعيبة التانية اللي أنا بديها فرص. فانا بشوف ان محمد شريف واحد من المهاجمين اللي جايين بشكل كويس جدا، هداف وفعال على المرمى، وكل ما بيشارك بيحسسنا بخطوره، لازم يكون له دور بكره سواء بدا كمهاجم او كجناح. رغم انا بشوف ان محمد شريف حته المهاجم الثاني بيبقى مميز فيها اكتر صحيح. اكتر مكان لمحمد شريف مميز فيه المهاجم الثاني، لما لعب مع مروان محسن في النادي الاهلي في الحته دي ظهر بشكل كويس جدا صحيح. فدي برضو ممكن اجربها، ليه لا، ممكن ابدا. نسينا اسم كمان على مستوى رؤوس الحرب، حسام حسن. هداف الدوري وعامل شكل اكتر من رائع، تفتكر هيكون ليه دور بكره مع طبعا حسام؟ هيكون ليه دور، بس هو اعتقد ان مصطفى محمد يعني الماتش اللي فات ما استعادش يعني ايه، عايز يكسبه
كمدرب انا هو عايز اكسب. هو كمان مصطفى عايز محمد. يعمل ماتش احسن من كده، عايز اعمل ماتش احسن من كده، عايز ابين للناس ان انا لعيب دولي، ان انا مهاجم منتخب، فممكن يدي له فرصه. وممكن طبعا حسام حسن يعني دي، وممكن يبدا بمحمد شريف كمهاجم، ليه لا؟ يعني محمد شريف لما بيلعب مهاجم، محمد شريف ينفع جدا كمهاجم وهمي، يقدر يفتح لي المساحات ويبين لي محمد صلاح، يبين لي تريزيجيه، يبين لي، دي مهمه جدا. بس لو انا هلعب تمريرات طوليه تاني مش هتنفع من منتخب مصر، اسلوب اللعب التمريرات الطوليه واللعب المباشر ده مش بتاعنا. اللعب برضو يعني هرجع لنقطه انك كمان كمدير فني للمنتخب بتعتمد بشكل كبير جدا اكيد على لعيبه النادي الاهلي والزمالك والمحترفين. طبعا الزمالك بيلعب استحواذ، الاهلي بيلعب استحواذ، المحترفين عندهم الاستحواذ والبيلدنج اب. فانت كمان اعتقاد الشخص ان عندك قدرات انك تعمل بيلد اب من تحت، انك طبعًا. تبني من تحت، عندك الشكل، عندك كل لعيبه النادي الاهلي بتعرف تعملها، عندك الامكانيات بتعرف تعملها. ايمن اشرف احسن مساك في مصر بيلعب كره من تحت، هو بدري بنون بصراحه، هو بدري بنون صحيح. طبعا بدري بنون كفي النادي الاهلي، بس كمصري احسن مساك في مصر بيلعب كره من تحت ايمن اشرف. صحيح. ايمن اشرف كمان عنده روح هايل جدا. الونش بصراحه مكسب كبير جدا في الفتره طبعًا. الاخيره برضو كمساك الونش عالي قوي، كل الكور العاليه بتاعته مساك هايل بصراحه مع نادي الزمالك، ماشي بشكل كويس جدا. فانت عندك لعيبه بتقدر تطلع الكره من تحت، عندك مساكين ممتازين جدا، عندك قوام وعمود فقري للمنتخب ممتاز. يعني عندك كفرقه ما ينفعش، عشان كده بقول لحضرتك انت عندك محمد صلاح، عندك تريزيجيه، عندك مصطفى محمد، عندك محمد شريف، عندك قفشه، عندك انت بتحتار. ده في لعيبه مثلا بنقول ان هم مظلومين من كتر اللعيبه، يعني سواء عبد المنصف مثلا كحارس مرمى، ممكن محمد فتح الله مثلا في المحله، ممكن اوباما، اللعيبه دي إبراهيم. محمد ابراهيم، في لعيبه، يعني في كمان لعيبه اللي هو ايه، انت بتقول من كتر اللعيبه. فانت ازاي عندك الكميه دي وفي نفس الوقت ما بتلعبش استحواذ، ما بتلعبش ضغط عالي، ما عندكش ان انت سيطر. ده يعني احنا لما بننتقد هنا بننتقد عشان نصلح للفتره أكيد الجايه. أكيد. كل الدعم طبعا لكابتن حسام البدري أكيد. في الفتره الجايه، بس لازم الحاجات ديت، انت لو ما انتقدتش في الفتره دي مش هينفع، لازم تنتقد في الفتره دي. لما تنتقد يا كابتن برضو، يا اسف يا دكتور احمد، انك بتنتقد مش للنقد، احنا عايزين نشوف منتخبنا حاجه بناء للبناء. ليه؟ عشان نبني في اللي جاي. يعني لازم الفتره الجايه لازم أصعب. ليه؟ لان انت لو ما عرفتش، ان لو ما اعترفتش بخطاك في الفتره دي، هتلاقي لا قدر الله تخسر بالثلاثة وبالأربعة مع الفرق التقيلة. طب ليه؟ لازم أنا أشوف إيه اللي ناقصني وأكمله عشان إن شاء الله نقدر نوصل كأس عالم مع كابتن حسام البدري إن شاء الله. بإذن الله كل التوفيق لمنتخبنا. قول لي بس النتيجة بكرة كام إن شاء الله؟ 2-0 لمنتخب مصر إن شاء الله. مين اللي هيجيب الجول؟ أتوقع أعتقد محمد شريف ومحمد صلاح. محمد شريف ومحمد صلاح 2-0 لمنتخبنا بإذن الله إن شاء الله. دكتور أحمد بنشكرك، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. شكرا، وبسعد جدا بتواجد حضرتك يا كابتن. شرفتنا. دي كانت نهاية فقرتنا الحوارية الأولى. بعد الفاصل معانا نجم جديد، لاعب من لاعبي النادي الأهلي السابقين، الكابتن محمد جود. التأهل ليس إنجازا، إنما التتويج بالبطولة هو أكيد الطموح وهو الهدف الرئيسي للمنتخب الوطني، خاصة وإنت أكثر المنتخبات تتويجا بهذه البطولة الإفريقية. هنتكلم عن مواجهة منتخبنا أكيد الوطني الأول لكرة القدم غدا أمام منتخب جزر القمر، اللي هيقام إن شاء الله الساعة 6 مساء على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون 2022. وأيضا 21 وأيضا هنتكلم عن أداء منتخبنا أمام كينيا، إيه الدروس المستفادة؟ يعني طبيعي جدا إن احنا نتعلم من اللي فات علشان اللي جاي بكره. 22 صح؟ ايوه انا عارفه انها 22، بس هو حب يختبرني. كمان هنتكلم عن المشوار الافريقي بدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا للفريق الاول طبعا لكره القدم في النادي الاهلي، ورؤيه تحليليه مع الكابتن الكبير مشرفنا كابتن محمد جود نجم النادي الاهلي، وطبعا والمنتخب الوطني السابق والمدرب الواعد ايضا. اهلا بيك، نورنا في البيت الكبير. مبسوط جدا ان انا مع حضرتك ومع الكابتن. نورنا محمد بجد، زي حضرتك الله يخليك. حضرتك ربنا يخليك وحضرتك اكتر. ربنا يخليك. ربنا يخليك. بنتكلم على ملف منتخبنا، اكيد ملف مهم جدا جدا، وبرضه هناخد طبعا وجهه نظرك الفنيه في مشوار النادي الاهلي على المستوى الافريقي. خلينا نبدا مع منتخب مصر. نبدا يمكن في بعض يعني على السوشيال ميديا وبعض الانتقادات على اداء المنتخب في مباراه كينيا اللي فاتت. كابتن حسام البدري، ايه اللي يهمه في مباراه بكره، مباراه جزر القمر بكره؟ احنا تاهلنا خلاص، ايه اللي يهم بالضروري انه اللي يهم الكابتن حسام البدري واللي ينفذه جوه الملعب
عشان يستعيد كمان ثقة الجماهير، يستعيد ثقة اللعيبة، ويبقى مشوار كمان التصفيات على مستوى كاس العالم يبقى مؤهل بإذن الله للوصول لكاس العالم. يعني خليني في البداية أقول لحضرتك كابتن حسام البدري تقريبا يا كابتن هاني في 2019 جمع المنتخب تقريبا 12 يوم أيه. وتقريبا في 2020 جمعهم 8 أيام يعني كده 20 يوم، وفي 2021 يعني بالمباراتين دول هيبقى 7 أيام، يعني كل اللي اتجمع فيهم منتخب مصر 27 يوم. فاعتقد حتى الكابتن حسام بدري قال تصريح قبل المباراه، قبل مباراه كينيا لو تاهلنا ما اسعفوش. لا قال لو تاهلنا تصريح، يعني انا يعني انا كمدرب يعني لغايه دلوقتي مش فاهم، قال لو تاهلنا هرجع المحترفين تاني مش عايزهم وهجرب. لا يعني بيتكلم على مباراه كينيا لو تاهلنا من نيروبي خلاص تمام. وده كلام مش مظبوط يا كابتن، لان مفيش فرصه تانية لتجمع المنتخب قبل تصفيات كاس العالم. حتى لو وصلنا انت حضرتك دلوقتي، يعني انا حتى الفقره اللي قبل كده سمع حضرتك مع الدكتور احمد بيقول هنجرب ومش هنجرب، لا مفيش اي فرصه تانية يا كابتن لتجمع المنتخب. كانت فرصه كبيره جدا ان احنا بندور دلوقتي، واحد اهم اسباب الاداء ده عدم الانسجام. عدم الانسجام، اللعيبه تقريبا ما بتشوفش بعض خالص، فدي كانت فرصه كويسه جدا ان انا احافظ على القوام الاساسي للمنتخب وان انا العب بيه المباراتين دول، لان انا ما عنديش لو حضرتك بصيت كده في الاجنده الدوليه شهر 6 عندنا اول مباراه بتصفيات كاس العالم، اول مباراه تجمع على مباراه على طول، يعني مفيش ولا اعداد ولا مباريات وديه. فاعتقد ده يعني كان لازم يكمل بالقوام الاساسي للمنتخب، لازم يكمل بيه لان ما عنديش فرصه ثانيه. ذكرت الانسجام يا كابتن جوده، عايز اخد رايك في الموضوع ده. هل المنتخبات يأثر بالنسبة لموضوع الانسجام، يعني الانسجام دوت يعني فكرة مؤثرة في المنتخبات زي الأندية بالضبط ولا لا مش بتفرق كتير؟ لا طبعا، لا طبعا المفروض طبعا يعني حتى اللعيبة المحترفة بتلعب في مستوى عالي جدا طبيعي جدا، يعني بالاتحاد الدولي وكده بتيجي قبلها بثلاث أيام طبيعي جدا، لعيبة محترفة بتنسجم في أي أجواء. ولكن أنا بتكلم القوام، أغلب القوام الرئيسي للمنتخب لعيبة محلية، فزي ما احنا بنقول دلوقتي كابتن حسام بدري داخل بقاله تقريبا سنتين بقول لحضرتك ما تجمعش غير حاجه و20 يوم. نعم. انت يعني حضرتك متخيله يعني فتره قليله جدا جدا، وهو يمكن قال يعني شهر واحد من اللي اثروا اصلا، من اسباب يعني احد الاسباب اللي اثرت عليه هو عدم تجمع اللعيبه في يعني في وقت كافي. ليه وجهه نظر مختلفه. انا متهيالي المنتخبات على مستوى المنتخبات انت ما عندكش الوقت والاجنده الدوليه اللي تسمح لك انك تجمع اللعيبه لفترات طويله غير قبل البطولات. تمام. وبصراحه مستوى اللعيبه المحترفه في الفتره الاخيره، وطبيعي جدا انك بتجيب اللعيب المحترف بيقعد يومين مع المنتخب ويلعب مباراه اليوم الثالث او الرابع وكذا، يعني ده على مستوى العالم كله. حضرتك يعني ما تنساش ان ضغط الموسمين على بعض بسبب برضو جائحه كورونا وكده، ده سبب رئيسي، لان كان بيبقى عنده فرصه بين صحيح. الموسم ده والموسم ده، يعني هو بيقابل ظروف صعبه جدا. انا بقول لحضرتك تخيل حضرتك مدرب منتخب كابتن هاني 20 يوم حضرتك بالظبط 20 يوم تقريبا في سنتين او سنه ونص، فدي رقم قليل جدا. فعشان كده يعني كنت اتمنى ان بكره يبقى القوام برضو الاساسي. يعني انا تقريبا احمد حجازي رجع السعوديه تقريبا، ما فيش غير احمد حجازي هو اللي راجع، لكن كل المحترفين موجودين. يعني يمكن برضو سامع حضرتك برضو بالنسبه للاراء ان ممكن العب حد مكان تريزيجيه، العب حد لا مكان مصطفى محمد، لا الكلام ده مش مظبوط، لان انا المباراه القادمه على طول تصفيات كاس العالم، وبرضه يا كابتن اكيد هيجوا قبليها ب 72 ساعه أيوة. فاعتقد مش هيبقى في فرصه خالص، فدي من احد اسباب ظهور برضه المنتخب. يعني برضه يعني انت من وجهه نظرك يا محمد انه بكره يبدا بالقوه الضربه، مفيش وقت انه يشوف لعيبه يشتغل على المجموعه اللي بيفكر انها دي الفرقه اللي كمان هلعب بيها مشوار تصفيات كاس العالم. مش عشان مباراه بكره يا كابتن، علشان مباراه تصفيات كاس العالم. وحضرتك عارف اهميه الوصول لكاس العالم بالنسبه لينا كلنا كمصريين طبعا. يعني يمكن كاس الامم الوصول ليه، يعني كابتن حسام خرج قال حققنا الهدف، يمكن حققنا الهدف دي حاجه بالنسبه لي انا واحد من الجمهور، بالنسبه لحضرتك حاجه عاديه ان انا اوصل لبطوله كاس الامم، بالعكس احنا الحصول عليها هو الهدف طبعا. ولكن الوصول لكاس العالم دي من اهم صحيح. من اهم الاهداف، واعتقد ان ما عندوش وقت تاني وما عندوش تجمع تاني، فكان لازم يكمل بالقوام الاساسي. حبيت ابدا بدي برضو ادي له حقه ان الفترات قليله جدا اللي اشتغلها قليله جدا، فدي اثرت طبعا. ما فيش يعني لو اتكلمنا فنان ما فيش اي شخصيه للمنتخب خالص، ما فيش اي جمل تكتيكيه، ما فيش في حتى واجبات، يعني واجبات مطلوبه حتى من واحد من احسن لاعبي العالم ما
محمد صلاح اللي هي برضو المساندة الدفاعية. في حاجات كتير جدا لما نبتدي نتكلم أو لو حضرتك حابب عايزين نتكلم فيها، بس برضو مش عايز أسيب فكرة الانسجام، لأن برضو نفس الفكرة ديت مش هتنطبق على يمكن منتخب أو لعيبة بعينها كمان. المفروض الانسجام دوت يحصل ما بين المدير الفني والجهاز المعاون. يمكن برضو الأيام اللي فاتت الناس يعني أرجعت الأسباب أو الأداء الغير جيد ده للنتيجة للعلاقة، مش هنقول اللي مش طيبة، بس هنقول التي يعني مش على ما يرام، لا مش على ما يرام، خلينا نسميها كده، ما بين كابتن حسام البدري والجهاز المعاون له. شايف انه دوت حصل بالفعل وبالتالي أثر على الأداء اللي الناس انتقدته ومش راضية عنه بالمرة؟ لا أنا ما عنديش المعلومة دي خالص. أنا عندي يعني طبعا ممكن الكابتن حسام البدري بيمشي بجهاز، يمكن كابتن أحمد أيوب معاه على طول، كابتن سيد معوض معاه على طول، يمكن هو اللي دخل عليهم كابتن طارق مصطفى وكابتن بركة. وكابتن أيمن طاهر. محمد كابتن محمد بركات شغله إداري بحت، يعني إداري بحت، ما عندوش يعني المفروض طبيعي جدا ما يقولش. بس من ضمن الجهاز الكابتن محمد، صح؟ يعني من ضمن الجهاز المعاون للكابتن، ولكن كرؤية فنية برضو الكابتن هاني موجود كمدير فني، مش هيقبل أبدا إن مدير كورة أو مدير منتخب هو شغله ممكن بركات إداري وتنظيم إداري ده اللي أنا أقصده، فمش هيأثر فنيا خالص على الموضوع. بس إنما ما افتكرش إن في أي مشاكل. كابتن حسام بدري برضو نديله حقه، المدربين أصحاب الشخصية القوية، مش هيسمح لحد. طبعا أنا اشتغلت كمدرب عام، مدرب مساعد، بيبقى رأيي استشاري لازم أقوله، ولازم، ولكن القرار الأول والأخير بيرجع للمدير الفني اكيد. وبعدين خاصه انك لاعب كوره كمان، او كنت لاعب كوره. انا قصدي ان يعني القرار بتاع المدير الفني، انما الاراء يعني لازم يبقى لينا كلنا اراء. ساعات بتختلف في الاراء، وانت اكيد مريت، انت كمدرب عام اكيد كان ليك رؤيه مختلفه شويه عن المدير الفني، لكن بتتكلموا في غرف مغلقه، لكن اولا واخيرا قراره هو، واول ما يطلع القرار بيبقى قرار جماعي، بيبقى قرار جماعي، وده اللي ده الاحترام، وده اللي بيخلي المدير الفني اللي هو بيتحمل مسؤوليه. ممكن احنا نقعد ونكمل، ولكن مدير فني هو اللي بيمشي عشان بيبقى هو صاحب القرار. فاعتقد ما افتكرش الصوره ديت برضه عايز اعلق عليها. طبعا دي تدريبات منتخبنا في ملعب بيترو سبورت، وبنشوف طبعا محمد صلاح، وبنشوف مجموعه ثانيه. هاخد رايك برضه كابتن محمد، بنشوف مثلا لعيب زي مثلا زيزو، احمد السيد زيزو، بنشوف لعيب زي اسلام عيسى، علي جبر، بنشوف ياسر ابراهيم، بنشوف عمر جابر يمكن شارك المباراه اللي فاتت على فترات. تفتكر وانت يعني بتقول ان لا لازم الكابتن حسام بكره يلعب بالقوام الاساسي، تفتكر ان في رؤيه تانية بتقول لا احنا خلاص وصلنا وتاهلنا بشكل كبير، ايه المشكله ان احنا نشوف بعض اللعيبه، نكسب بعض اللعيبه على المستوى الدولي، نجربها في مباراه رسميه؟ عندنا كمان احمد ياسر ريان راس حربه ممتاز، عندنا كمان غير محمد الشناوي في جنش، محمد بسام، يعني وجهه النظر ديت هل ممكن بكره نشوفها الكابتن حسام يطبقها في جزء من المباراه، ان انا ابدا اشوف اللعيبه المحليه بشكل كبير؟ حضرتك بتسالني عن رايي ولا توقعي الكابتن حسام هيعمل ايه؟ انا هاخد رايك وتوقعك. لا انا رايي طبعا لو انا مدير فني وما عنديش فرصه تاني ان انا اجمع اللعيبه دي مع بعض تاني، وخصوصا ان انا داخل على تصفيات كاس العالم، لازم العب بالقوام الاساسي. توقعك؟ يعني توقعي يعني برضو يعني متخيل برضو ان الكابتن حسام لازم يفكر بالاسلوب ده، يعني انا متخيل ان لازم يفكر بالاسلوب ده. لو انا عندي وقت تاني او تجمع تاني او حتى مباراه وديه تاني ممكن، يعني اناقشك في دي قبل. طبعا كابتن، طبعا حضرتك راي حضرتك طبعا، بس اللي هو يعني محمد صلاح مثلا لازم نشوف، لا قدر الله لو ما عنده مشكله ما جاش، فلازم نجرب حد في البوزيشن بتاعه، مين هيكون موجود على المستوى المحلي؟ لو بنتكلم مثلا على زيزو، لعيب مميز جدا، هل مش من الفكر او مش من الطبيعي كمان ان انت تشوف لعيب مميز في الدوري؟ بتتكلم على حسام حسن كراس حربه، بتتكلم على يمكن نتكلم على ياسر ابراهيم ظهر بشكل كويس، طب ما نشوفه على المستوى الدولي. ما تعتبرش دي كمان مكاسب للكابتن حسام البدري انه بيجهز لعيبه، لا قدر الله تريزيجيه مش موجود، لا موجود زيزو، او محمد فاروق مش موجود، صلاح، لا يعني التحضير كمان على مستوى القاعده الكبيره مش مطلوب. هو كابتن لو مشينا بالمبدا ده، انا ممكن اقول برضو حسام حسن لو لا قدر الله مش موجود فهنعمل ايه، وانما انا وجهه نظري يعني وطبعا يعني زي ما حضرتك عارف في اغلب الحاجات الفنيه ما فيهاش صح، يعني بتبقى اراء يعني مختلفه، يبقى حضرتك صح وانا يعني مزبوط. اغلب الشغل الفني كده، لان ده مش شغل ارقام، مش بنقول 1+1 يساوي 2، لا ده اللي بيختلف كابتن هاني كمدير فني عن كابتن حسام البدري. صحيح. ده بيختلف الفكر، انما انا كفكري ان انا ما عنديش اي فرصه ثانيه لتجمع المنتخب، ودي اخر مباراه قبل تصفيات كاس العالم،
لازم ألعب بالقوام الأساسي للمنتخب. بعد 8 أيام المفروض نشوف بقى تأثير الانسجام دوت، التأثير الإيجابي يعني. مش هنقول ماتش كينيا اللي فات، بس على الأقل نشوف أداء بقى بكرة، خاصة أن أنت تأهلت، صح؟ مش المفروض نشوف أداء بعد 8 أيام بقى جيد؟ لا ده كلام مظبوط، لأن إحنا برضو من المنتخبات الكبيرة والمصنفة لازم يبقى فيه شخصية، ولازم لازم يبقى لينا شكل، ولازم لازم برضو كابتن حسام، زي برضو ما هو كابتن حسام برضو مدرب كبير وأدى قبل كده مع النادي الأهلي، والنادي الأهلي كان ليه شكل وليه شخصية، لازم يفرض برضو أسلوبه، لازم نلاقي شكل. يعني حتى كنا بنعيب على 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 مستر كوبر قبل كده، ولكن يعني أقدر أقول لحضرتك كان في شكل دفاعي بالظبط، خلاف الكابتن حسام البدري تقريبا لعب 7 مباريات من ضمنهم 2 مباراتين وديتين. أعتقد حتى الآن لم يظهر أي شكل لمنتخب مصر في خلال قيادة كابتن حسام بدري، وزي ما أنا قلت ممكن يرجع أن الفترات قليلة قوي اللي المنتخب اتجمع فيها. هيبة منتخب مصر لازم ترجع، هيبة المنتخب لازم نشوفها على الأقل بكرة. عايز أتكلم في فكرة التغيير، مش هقول لك توقع للتشكيل، بس هسألك برضو عن التشكيل. بس توقع لنا التغييرات، يعني المرة اللي فاتت ما بدأش بالنني، وفي حديث يعني مطول جدا يعني اتقال في الجزئية ديت مشاركة نني من عدمه. أنا مش هقول لك التشكيل دلوقتي، بس توقع لنا دلوقتي كده التغييرات، ممكن يبدأ بمين في خط النص؟ ما أنا هرجع برضو للرأي اللي أنا متمسك بيه، ولكن يمكن اللي المباراة اللي فاتت إن هو لازم يلعب بالقوام الأساسي. يمكن المباراة اللي فاتت أعتقد لعب بنسبة 95% من القوام الأساسي، باستثناء إن إحنا كلنا قلنا مين اللي هيلعب جنب النني، السولية او طارق حامد او حمدي فتحي. افتكر ان بكره كله هيتغير، صح؟ يعني مش اكيد مش هيبدا بحمدي، صح؟ يعني اكيد مش هيبدا بحمدي، اصابه. وطارق افتكر ممكن يدي برضو، ممكن انني ممكن عمرو السولية، لان عمرو السولية لما نزل برضو يعني الاداء اتحسن سنه، مش هقول يعني مش هقول بنسبه كبيره، يعني يمكن اتحسن بنسبه 10% زياده عن 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 الشوط الاول. ولكن يمكن هيبقى طبعا متواجد النني، واعتقد جنبيه ممكن عمرو السولية او طارق حامد، وباقي التشكيل طبعا سولية يعني وطارق حامد او طارق حامد والنني. ما هو النني لا النني لازم ياخد مباراه بكره، لان كانت علامه استفهام كبيره جدا المفروض بقى والا ما كنتش استدعيته. وعلى الرغم من كده برضو اما بيلعب النني برضو بيواجه انتقادات، برضو بنرجع نقول برضو ما بيقدمش المستوى. يعني هي دي حال الكوره، يعني اعتقد يعني برضو اقدر واحد، يمكن كابتن حسام البدري جاوب على النقطه دي تقريبا، قال ان هو انضم قبل المعسكر بيوم واحد، ودي برضو وجهه نظر تحترم، يعني وجهة نظر تحترم، ان هو برضو هو اللي شايف، وهو يعني احنا برضو بناخد من الظاهر كده، ولكن هو الموجود في التمرين. ممكن التمرينه دي قبل المباراه بيوم كابتن هاني عارف ممكن كانت تبقى 30 دقيقه ما فيهاش اي حاجه، بيبقى فيها فك، بيبقى فيها يعني ما ظهرلوش مستوى النني او ما ظهرش حاله النني، يعني ممكن يبقى كويس جدا بره، ممكن الاجواء بتختلف تماما، ما تساعدوش هنا، ما تساعدوش. هي عامه وجهه نظر فنيه، وانا هسالك سؤال وهسيبك تفكر فيه، لان معانا تقرير. انت كنت بتقول ان كوبر ليه شكل، ان كوبر بصفه كبيره جدا بيعتمد على طريقه دفاعيه الزون ديفنس، يعتمد على الكاونتر اتاك عن طريق صلاح، دي كان طريقه ونجح بيها لنهاء وصل لنهاية بطولة أفريقيا، ووصلنا بكأس العالم. موافقين عليها ومش موافقين، بس كان النتيجة ظهرت. هسيبك تفكر في السؤال، إيه الطريقة المثلى اللي ممكن نقول إن الكابتن حسام البدري لازم يشتغل عليها الفترة اللي جاية، علشان إن شاء الله بإذن الله نحقق على الأقل وصولنا لنهائي بطولة أفريقيا، وكمان نكون بإذن الله متواجدين في كأس العالم اللي جاي. هنعرف إجابة الكابتن محمد جودة عن دوت، بس معانا كمان تقرير عن آراء جماهيرنا في مباراة مصر وكينيا أو كينيا ومصر، وآراءهم في النواحي الفنية. نشوف التقرير ونرجع نكمل مع نجمنا الكبير الكابتن محمد جودة. المنتخب المصري في الماتش اللي فات بتاع مباراة كينيا كان أداء هزيل، مفيش خطة، مفيش تكتيك، مفيش جملة تكتيكية اتلعبت، مفيش أي حاجة بصراحة، وكان ممكن في أي وقت إن احنا نتغلب ومن كينيا، مع إن احنا يعني رواد في أفريقيا في كرة القدم. يعني كنت أتمنى إن احنا نشوف شكل كويس
لمنتخب مصر بما ان فيه لعيبه كبيره زي محمد صلاح والنني وتريزيجيه واللعيبه الثانيه اللي موجوده، لعيبه هي احسن لعيبه موجوده في مصر، المفروض يادوا اداء كويس ويكون افضل من كده يليق بسمعه واسم مصر. مش ده الاداء اللي احنا كنا متوقعينه من منتخب مصر، الواحد بيستنى منتخب مصر وبيتوقع ان هو يفرحه وكده، كان منتظر اداء احسن من نجمنا محمد صلاح. انا شخصيا بحبه جدا وباخده قدوه ليا، وكل الشباب مصر حقيقه واخدين كابتن محمد صلاح قدوه، المفروض بيكون جاي المنتخب بيأدي احسن ما عنده اقوى ما عنده. حسيت فيه نوع من انواع مش عايز اقول التخاذل، ولكن مش مستوى محمد صلاح. كمان برده مش محمد صلاح بس، في كذا لعيب مش ما كانوش على المستوى المطلوب من جماهير مصر كلها. احنا كنا متوقعين من منتخب مصر اللي هو يدينا احسن من كده، هو طبعا منتخب مصر عنده احسن من كده بكتير من اللي هو عودنا عليه السنوات اللي فاتت، وفي كاس العالم ما شاء الله والله اكبر على الشناوي حاجه كبيره قوي ما شاء الله ربنا يحميه. هو اداء متواضع جدا بالنسبه لاسماء اللعيبه اللي موجوده في منتخب مصر واللي ليهم خبرات كبيره وليهم تاريخ كبير، ان يلعب اداء زي ده متواضع جدا، خاصه ان احنا بنلعب فرقه ماهيش القويه، ماهيش المرعبه، ماهيش الاسماء الكبيره، ماهيش الفرقه المصنفه، فبالتالي كان ادائنا يعني غير متوقع. احنا كنا متوقعين خاصه ان احنا شبه ضامنين التاهل ان فرقتنا تلعب ماتش مفتوح يكون اقوى من كده، وتلعب فيه كره هجوميه مفتوحه طبقا للعيبه اللي موجوده وللامكانيات اللي موجوده في منتخب مصر. بصراحه يعني الحمد لله على التاهل اول حاجه، بس يعني في كده ملاحظات كده على المنتخب. يعني انا شايف ان في لعيبه بتخاف على نفسها من الاصابات زي محمد صلاح وتريزيجيه، حتى مصطفى محمد برده في يعني في حاجات كتير ما كانش بيشارك فيها، فحاجه مش متوقعه يعني. فالافضل ان شاء الله ماتش العوده اللي هو يعني اخر ماتش لينا يلعب بقى بالناس اللي هي مستحقه تلعب اساسي. يعني هو الحمد لله طبعا ان احنا كسبنا طبعا في الماتش دوت، بس الاداء بتاع اللعيبه كان متباطئ حبتين، طبعا كان في لعيبه مش موجوده واحنا طبعا بنحاول ندعمهم وندعم الفرقه كلها انها تبص لقدام وما تبصش للماتش بقى وخلاص، الماتش ده عدى وفات، وان شاء الله اللي جاي هنعوض ان شاء الله احسن من كده بكتير. يعني عندنا افضل قماشه او افضل قوام النهارده موجود في المنتخب الوطني، ومع ذلك الاداء ما كانش مرضي للجميع، الشارع مش مبسوط، الشارع الرياضي مش مبسوط. تفتكر النهارده يعني في طبعا تعددت الاسباب، يعني النهارده اللي قال لك لا ده المحترفين اصلا خايفين على نفسهم من الاصابه، حضرتك يمكن برضو ذكرت واحده من الاسباب موضوع الانسجام او ان اللعيبه ما كانش عندها توقيت الكافي ان هي تتجمع مع الجهاز الفني، اسباب كتيره جدا. ممكن بكره نعلق الاعذار ديت او نعلق على يعني على الشماعه اي عذر من دول في مباراه جزر القمر؟ لا ما افتكرش ان بكره يعني حتى اي واحد عادي من الجمهور يعني مش لازم يكون فني يعني ما افتكرش ان هو يعني هيقبل اي اعذار. يعني ممكن حضرتك عارفه يعني حتى الجو الايام دي يا كابتن هاني جو كوره مفيش طبعا زي افريقيا، يعني اللعيبه برده بقالها يعني يمكن هنقول 7 ايام، ببكره هيبقوا 7 ايام بالظبط مع بعض. كابتن حسام بدري برده زيه زي اي مدرب يعني حابب ان الجمهور برضو يغير رايه في النظريه دي، حابب ان يفرض اسلوبه، حابب ان يكون في حاجه ايجابيه، وخصوصا ان زي ما قلت لحضرتك دي اخر مباراه قبل تصفيات كاس العالم، وخصوصا ان احنا برضو بنلعب بدون اي ضغوط يا كابتن هاني، لان احنا وصلنا، فاعتقد لابد ان الشكل يبقى احسن ان شاء الله، يبقى فوز مريح، فوز باداء. ويمكن برضو في الاوقات اللي بعد النقد الكتير جدا دي قابلنا احنا الموضوع ده، ان شاء الله بيكون في يعني زي حاجه كده دافع لكل اللعيبه والجهاز بالظبط ان هو يؤدي اداء احسن. كابتن يعني محمد كلنا نتمنى كده، لكن كابتن حسام يعمل ايه عشان الصوره؟ انت عارف ان كابتن حسام يمكن حتى في المؤتمر الصحفي قال انا متضايق من ردود الافعال و و و و، بالرغم يعني ده حق للجميع، لكن كمان المدير الفني بيقول ان في ضغوط عليا وفي انتقادات. طيب احنا عايزين الصوره تطلع بكره، ايه النواحي الفنيه اللي انت شايفها لازم تكون موجوده عشان يبقى اداء كويس ان شاء الله؟ اهداف، خلي بالك منتخب مصر جاب 6 اهداف في 5 مباريات، واحنا عندنا صلاح جدا. عندنا قفشه، عندنا تريزيجيه، عندنا مصطفى محمد، عندنا حسام حسن، بالرغم ان انت عندك مجموعه ممكن يبقى عدد الاهداف اكتر بكتير.
ايه اللي ممكن الصوره تتحسن، ايه اللي كابتن حسام يقدر يعمله بكره عشان يحسن الصوره دي؟ يعني لو جينا يا كابتن نقول يحسن، هنرجع للمباراه اللي فاتت نقول ايه يعني بالظبط. برافو عليك. السلبيات اللي حصلت كتير جدا في المباراه اللي فاتت. السلبيات اللي حصلت كتير جدا ان احنا يا كابتن لو قست كده على مدار من كابتن حسام بدري موجود، اي فرقه بتلاعبنا على الاطراف وبتعمل كور عرضيه بتسبب خطوره كبيره جدا على منتخب مصر. فلازم الاجنحه سواء محمد صلاح سواء تريزيجيه لازم يبقى ليها دور دفاعي، لازم يبقى ليها دور دفاعي. تاني حاجه شفنا المباراه اللي فاتت الاثنين قلب نص الملعب اذا كان حمدي فتحي وطارق حامد كانوا نازلين يعني زي ما بنقول بلغه الكوره في حضن الاثنين مساكين، فعملوا جاب كبير جدا في نص الملعب، ده ادى لسيطره منتخب كينيا على مجريات اللقاء كله. لازم يبقى فيها كابتن هاني ان احنا نتحرك يعني زي ما بنقول بالظبط كومباك بلوك يعني مع بعض كده، ما نسيبش اي فرقه بتلعب كوره سواء في ظهر نص الملعب او في ظهر الخط الهجومي بنقول عليها بتلعب يعني بين الخطوط. أيوة فدي أوكي. بتسبب خطوره كبيره جدا. هاخد بس منك الاولانيه انك بتقول ان مشكله الكابتن حسام في الفترات الاخيره ان في كرات عرضيه كتيره من الجناب نتيجه ان محمد صلاح وتريزيجيه ما بيقوموش بالدور الدفاعي. اكيد قدم لنا الحل، ايه اللي ممكن يتعمل عشان النقطه دي تتصلح؟ لا. نغير طريقه اللعب تمام. او ندي مهام دفاعيه لمحمد صلاح وتريزيجيه. مش شرط مهام دفاعيه برضو لمحمد صلاح وتريزيجيه، لو انا هقبل برضو ان محمد صلاح ما بيعملش الدور الدفاعي كويس ممكن العب، ممكن اخلي الوسط المدافع اللي ناحيته اللي ناحيه اليمين محمد لازم يميل مع مثلا هنقول مع محمد هاني لازم يساعده. وبعدين زي ما اتكلمنا قبل كده كابتن هاني برضو كنت مع حضرتك هنا، لو وسط المدافع راح مال يغطي على محمد صلاح ويساعد محمد هاني بيبقى في حاجه اسمها الترحيل. صحيح. الوسط المدافع الثاني بيرحل، بيبقى في نص الملعب بنادي على تريزيجيه برضو كمان يرحل. ولو مجدي انا بقول بالاسماء على المباراه اللي فاتت ومجدي قفشه لازم يرجع يكون وسط مدافع ثاني جنب وسط المدافع، لان في واحد اوريدي طلع بره. ما ده اللي شفناه في قفشه انه كان للاسف بيتطرف قوي. قفشه دوره انه هي زي ما انت بتقول بينزل يبقى من تحت تقريبا يبقى ديفندر ثالث يعني تقريبا حضرتك موافقني عشان بالظبط عشان لو كره وصلت له يبقى هو كمان حلقه الوصل مع راس الحرب. بالظبط يا كابتن. حضرتك بنتكلم واحنا معانا الكوره واحنا معانا الكوره بتكلم واحنا معناش الكوره لازم الترحيل يبقى وسط مدافع، واحنا معانا الكوره لازم يبقى قريب جدا من المهاجم وقريب جدا من صلاح وقريب جدا من تريزيجيه. فهي بتختلف معانا الكوره او معناش الكوره ووجود الكوره في انهي جزء برده من الملعب طبعا بتفرق. فدي حاجه بتفرق. مهمه جدا يعني. فاعتقد لو عملنا الكلام ده وفي طبعا يعني نجوم منتخب مصر قادرين ان ينفذوا المفروض في الطبيعي في المستوى الاعلى ان فكر المدير الفني بيتنفذ بسهوله جدا. صح. عشان كده لو كابتن هاني مسك مثلا فرقه في درجه ثانيه او انا مسكت بيبقى اصعب مجهود ووقت طبعا عكس اما نعلى بالليفل يعني بتكون سهله. فاعتقد حاجات بسيطه جدا ان شاء الله لو اتعملت يكون لينا شكل ان شاء الله. طيب يعني معظم الناس مش متخيله انه ممكن يثبت التشكيل بتاع بكره كابتن محمد صح؟ اكيد بس لا ما انا والله انا يعني اصلا المشكله دي يعني دي مهنتنا وكابتن هاني عارف فلازم اقعد يعني برضو ابقى عايش الاحداث. ولو انا مكان الكابتن حسام هعمل ايه؟ طب لو في فرصه تاني ان انا مثلا عندي اسبوعين هجمع المنتخب تاني مفيش مشكله احاول اكسب لعيبه. يعني الناس شايفه الناس كلها بتتكلم ان منتخب مصر وصل فخلاص الاعب يعني ممكن اي 11 يلعبوا، ولكن انا ببص على الهدف على حسب ايه المطلوب من مباراه بكره. لا مش مطلوب المطلوب من مباراه بكره يبقى انا هلاعب اي 11 مفيش اي مشكله احنا اوريدي تاهلنا يعني. انما انا ببص ان مفيش تجمع تاني، هرجع عيد كلامي تاني معلش انا اسف، ان مفيش تجمع تاني قبل مباراه تصفيات كاس العالم ودي الاهم. مش الوصول لكاس الامم ده هدف بيه. التتويج بيه طبعا، ولكن الوصول لكاس العالم سبع القاب يعني انت ما شاء الله. في نقطه ثانيه برضو عايز اكلمك فيها وناس كتير قوي بتتكلم عليها وانت اكيد متابع الدنيا كلها. بيقول لك مقارنه الاجيال يعني احنا بنتكلم يقول لك جيل الكابتن حسن شحاته من 2006 8 10 جيل عظيم جدا اكيد، وبداوا يقارنوا هذا الجيل بالاسماء الموجوده بوجود صلاح بالقيمة اللي وصل لها بالمستوى الفني اللي وصل لها تريزيجيه النني حجازي مصطفى محمد محترفين على مستوى عالي جدا ما كانوش كم المحترفين ده موجود أيام الكابتن حسن شحاتة. ولكن في نظرية بتقول لا جيل كابتن حسن شحاتة أفضل
من الجيل الحالي، هل انت يعني هل بتقول يعني الاجيال مقارنه الاجيال ديت ظلمه للجيلين، ولا انت شايف ان فعلا ان الجيل كابتن حسن شحاته ده فعلا افضل من الاجيال اللي بعديه كلها؟ يعني هو انا برضه كابتن انا ببص برضه للكوره والتدريب ان دي مهنتي. انا ما افتكرش ان مقارنه الاجيال دي هتبقى لصالح مين اصلا جدا. يعني احنا دلوقتي قلنا الجيل الحالي احسن او جيل كابتن حسن شحاته احسن، هو بيترد الناس بتقول ايام كابتن حسن شحاته اللعيبه احسن. يعني ايوه، ما هو دي المقارنه دي، مش احنا المفروض نبص يا كابتن ازاي نطور الكوره، ازاي نوصل مزبوط. ازاي نوصل نكون زي يعني الدوريات الاوروبيه، زي صحيح. المنتخبات الاوروبيه. ولكن احنا دلوقتي انا لو حضرتك قلت دلوقتي الجيل ده احسن وانا قلت جيل كابتن حسن شحاته، احنا ما استفدناش اي حاجه خالص. يعني التطوير ما يكونش من خلال مقارنه اجيال او جهاز فني بجهاز فني سابق. يعني كابتن حسن شحاته يعني صاحب ايه؟ صاحب ثلاثيه امم افريقيا يعني. لا طبعا الجيل بيتاثر، الناس بتتاثر، يعني كابتن حسام البدري بيتاثر بالكلام ده. لا هي الفكره ان انت ما عندكش كره حلوه، ما عندكش كرة حلوة من أيام كابتن حسن شحاته، ما عندكش كرة مصرية حلوة. عايز أقول رأيي في الموضوع دوت. طبعا مقارنة الأجيال ظالمة لكل الناس، ما فيش مشكلة إن إحنا عندنا جيل مر. إحنا كرة القدم وأنت عارف أنت كنت واحد من الأجيال الكرة الجميلة. جيل كابتن محمود الجوهري بتكلم على جيل 90 مثلا، كان الكرة مختلفة بشكل أو ليها رؤية وليها رونق مختلف. بعد كده جيل 98 ليها شكل وليها كوره مختلفه. وبعدين بنتكلم على جيل الكابتن حسن شحاته من 2006 ل 2010، مجموعه رائعه من اللاعبين اللي ليها شكل مختلف. وجيل الحالي اعتقد احنا نملك جيل اكتر من رائع، وخاصه برضه هخش معاك في نقطه ان انت عندك جيل منتخب اولمبي، عندك اولاد عندهم 20 21 سنه 22 سنه رائعين على المستوى الدولي، وكمان عندك مجموعه من اللعيبه الدوليه اللي انا شايف ان سنهم مش كبير، بتكلم صلاح 28 سنه او 29 سنه تقريبا. فالتوليفه ديت لكن بيأثر، هل بيأثر اللعيبه تسمع ده بيتكلموا على الجيل اللي فات افضل مننا، بيأثر ده على اللعيبه وعلى الجهاز الفني ولا لا؟ ما افتكرش يا كابتن. أوكي. ما افتكرش خالص. يعني ممكن برضو ده يعني طبعا كل حاجه بتقولها الجماهير بالذات تحترم، يعني كل حاجه سواء نقد سواء كلام دي تحترم بصوره كبيره جدا. ولكن انا ما باجي اشتغل على فرقه وبشتغل على منتخب، تخيل بقى فرقه، تخيل منتخب كبير زي منتخب مصر، ما اقدرش ادخل العناصر دي، ما اقدرش اقول يا ده انا قاعد زعلان ان هم بيقارنوني بجيل. ما تقارنش اسماء، قارن ارقام، قارن بالنتائج. يعني برضو جيل كابتن حسن شحاته جيل عظيم عظيم طبعا. وتحطي اي يعني حتى اللي بره، يعني هنقول ميدو ولا عمرو زكي ولا عماد متعب، اي واحد ولا حسام حسن، يعني اي حد هتحطه كده خلاف دلوقتي. يعني دلوقتي لا غنى عن محمد صلاح، لا غنى عن الشناوي، لا غنى عن لعيبه كتير جدا، مش عايز انسى حد، طارق حامد، مني، تريزيجيه، قفشه، في لعيبه لا غنى عن عكس الجيل اللي فات. يمكن حتى كابتن ابو تريكه نفسه ما حضرش تقريبا كاس امم 2008 ولا 2010. لا كان موجود كابتن، لا ابو تريكه في الثلاثه ما حضرش واحده فيهم وحصلنا عليها. قصدي يعني قصدك انت بتتكلم ان كان في مواهب كتيره جدا وكل مركز كان فيه اكتر من لاعب متالق. ده مش موجود. لا مش متواجد دلوقتي برضو. لا غنى عن محمد صلاح، لا غنى عن تريزيجيه في الوقت الحالي، مصطفى محمد، انني في عناصر اساسيه معروفه لازم نعتمد عليها خلاف الجيل اللي فات. ولكن ما افتكرش ده تفكير كابتن حسام بدري خالص. يمكن يعني حتى ممكن الفترة الجاية يعني لو الكلام ده اتردد هيطلع أكيد هيقول لا ما بفكرش. ممكن يتغير قوام منتخبنا الأول ونشوف مثلا بعد المشاركة في أولمبياد طوكيو على خير إن شاء الله، إن ممكن يعني يتم النزول بالسن شوية، بالأعمار السنية شوية كده. هو دلوقتي طبعا في طبعا عنصر أساسي مهم جدا، مصطفى محمد ده طبعا لعيب صغير ولعيب من قوام المنتخب الأولمبي. وحضرتك بقى تقيسي كتير على كده، وخصوصا بعد زي ما حضرتك قلتي بالظبط اولمبياد طوكيو، يعني اللي هيتالقوا فيها بصوره كبيره اكيد يكون في تغيير لبعض العناصر، هينضموا للمنتخب الاول. ومش واعتقد زي ما الكابتن قال متوسط الاعمار اصلا في منتخب مصر معقول جدا، مش كبير جدا. احنا وصلنا في مرحله من المراحل كان متوسط الاعمار بدا يزيد ل 32 و33 سنه بالظبط، دلوقتي رجع تاني ف
فتوح مثلا هو اصلا يعني كان من العناصر الاساسيه دلوقتي في منتخب مصر، اكيد هو اللي كان هيبدا، هو اللي كان هيبدا. بتتكلم على كمان مصطفى محمد، بتتكلم على تريزيجيه، لا تريزيجيه بره المنتخب الاولمبي، لكن بتكلم على الاولاد بتوع المنتخب الاولمبي. كان طاهر، محمد طاهر كان يعني موجود، صلاح محسن كان موجود. فالتوليفه ديت ممكن يعني يبقى ان شاء الله بعد الاولمبياد في شهر 6 ان شاء الله باذن الله يكون عندك كمان قوه ضاربه كبيره جدا جدا، عدد كبير جدا من النجوم يكون موجودين. النقطة اللي انت بتتكلم عليها يبقى عندك في كل بوزيشن اكتر من لاعب، وخصوصا بعد مشاركتهم كمان في بطولة كبيرة او اولمبياد طبعا. يعني هتبقى برضو هيكتسبوا خبرات بحجم طوكيو كبيرة جدا، بحجم اولمبياد طوكيو هتبقى من السهل جدا الاستعانة بيهم في المنتخب الاول. يعني شك اعمل لنا تشكيلة كابتن محمد من وجهة نظرك. انا هديك ورقه يعني لا ممكن اقول كده يعني برضو انا الشناوي طبعا مفيش غنى عنه، معلش انا اسف. وانت كمان حطيت لنا التشكيله، انا عارف التشكيل في دماغي، انا هقول انت تقول وانا هقول لك. عايز ورقه وقلم؟ عايز ورقه؟ لا مفيش مشكله. محمد هاني ناحيه اليمين، الونش ياسر ابراهيم، محمد هاني مفيش غير احمد عبد الله جمعه. ممكن انا في رايي هيبدا بعبد الله جمعه يعني ممكن، لا بس انا برضو يعني ايه يكمل يكمل يعني يكمل زي ما هو. في نص الملعب ممكن يبقى النني وعمرو السوليه، النني وعمرو السوليه قدامهم قفشه ومحمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد. طيب اقول انا كابتن هاني؟ طبعا اتفضل. انا بقول الشناوي اعتقد ممكن يريح محمد هاني، بكره يبدا بعمر جابر. عمر جابر برضو نزل يمكن اخر نزل بس نزل لفرصة الملعب، نزل في نص الملعب بس يعني انا في اعتقادي كان مفروض ينزل، لكن انا في اعتقادي عمر جابر، علي جبر ممكن هيدي في الجزئيه ديت، ياسر ابراهيم وعبد الله جمعه. نص الملعب زي ما انت قلت مش الونش؟ لا برضو الونش لعب مباراه ممكن يكون عنده اجهاد شويه يحب يدي ياسر ابراهيم. انا الرؤيه المختلفه شويه ان طبعًا انا طبعًا عايز ادي الناس اللي ما لعبتش المباراه اللي فاتت، المباراه اللي فاتت يعني عدى عليها 48 ساعه. في خط النص انا متفقه معاك، نني وسوليه. نني وسوليه طبعا اكيد، تريزيجيه قفشه وصلاح، وممكن قدام يبدا بواحد ما لعبش يعني مش محمد حسن. شريف يبدا يعني تريزيجيه؟ لا لو هيبدا ممكن يبدا بحسام حسن. حسام حسن خط الهجوم اتوقع يعني. ما هو برضه طب ليه حضرتك ما قلتش محمد شريف ان رايح تريزيجيه بقى؟ لا انا بقول تريزيجيه ممكن يبدا بتريزيجيه وقفشه وصلاح الثلاثي تحت حسام حسن، وفي رايي ان هو ممكن على فترات يبقى ممكن جدا محمد صلاح يلعب شوط، ويبقى لو المباراه ماشيه بشكل كويس تقريبا ساعه يعني يعني يلعب ساعه يعني. تريزيجيه مثلا يلعب ساعه ويخرج، ونشوف بقى مثلا محمد فاروق، ونشوف ممكن اسلام عيسى، الوجوه اللي هي ممكن جديده. قلت قدام مين يا كابتن؟ قلت قدام مين؟ ايه راس الحربه مين؟ انا قلت حسام حسن. مصطفى محمد. مصطفى محمد ان شاء الله ان شاء الله. فيعني هي وجهات نظر مختلفه يعني، ولكن يبقى طبعا الجهاز الفني هو الادرى، وهو اللي عامل سيناريو المباراه بشكل كبير يعني. عايزين نروح نشوف دلوقتي تقرير احنا محضرينه هنا في البيت الكبير عن توقعات حضراتكم للنتيجه. هنرجع نسال نفس السؤال ده لكابتن محمد جوده، وده كان سؤالنا مع بدايه الحلقه، تتوقع النتيجه كام مصر وجزر القمر بكره ان شاء الله؟ نروح نشوف بعض من الاجابات ونرجع تاني نكمل كلامنا في البيت الكبير. ان شاء الله ربنا يسهل بكره باذن الله. يعني انا متوقع ان شاء الله يبقى 2-0 لمصر باذن الله. هو ان شاء الله كده يبقى 2-0 ان شاء الله، يعني يعملوا ماتش كويس ان شاء الله. مصر تكسب 1-0 طبعا، الاداء مش كويس، ونتمنى ان هو يتحسن يعني ان شاء الله. ان شاء الله يعني هنكسب، ممكن تكسب 1-0 ونلعب احسن من الماتش اللي فات ان شاء الله. اتوقع فوز مصر وتحقق نتيجه كويسه، واداء المنتخب ان شاء الله يبقى كويس قدام جزر القمر. لا انا اتوقع ان الاداء يكون جيد، وان النتيجه تكون 2-0 ان شاء الله. يعني احنا خدنا درس من ماتش كينيا، فاكيد الكابتن حسام هيراعي كل السلبيات اللي هي اتعملت في ماتش كينيا، ويحاول يستفيد بقى من الناس اللي هم ما لعبوش، يعني زي النني والناس اللي كانوا قاعدين على الدكه. والله انا يعني توقعاتي الماتش ان شاء الله باذن الله، بالنسبه للنتيجه يعني ممكن نقول 2-0 ان شاء الله للمنتخب باذن الله.
والاداء هو الماتش اللي فات كان الاداء ما كان سيء شويه، وبرده اللعيبه كانت بتنزل، يعني شايف ان ما فيش خطه، في لعب عشوائي، ما فيش انسجام، ما فيش هجوميه على الجون اكتر. بس يعني انا اتوقع ان شاء الله يبقى الاداء احسن من كده، يعني بحيث ان احنا نقدر يعني نحسن موقفنا شويه. يعني هو احنا يعتبر صعدنا، بس بقدر ان احنا نحسن الموقف شويه، بحيث ان ده يعني منتخب مصر يعني صاحب البطولات وصاحب اكبر عدد بطولات. فيعني بنتمنى ان كابتن حسام البدري ان هو يقدر ينظم برضو اللعيبه، كل لاعب يبقى عارف مركزه، ما يبقاش فيه ميس باس كتير. اتوقع من حيث النتيجه تبقى النتيجه 3-0، لان الماتش هيبقى مستريح هنا. واتوقع تالق قفشه، لان هو بصراحه يعني فورمه دلوقتي، انا بحس ان هو فورمه دلوقتي وماشي على خطى سليمه. هو مبدئيا اداء اللعيبه ان شاء الله كويس جدا، فانا توقعي هيكون 2-0 باذن الله، مصر هتكسب ان شاء الله باذن الله. والله اهم حاجه فعلا اللعيبه تلعب كويس، افضل من ماتش كينيا، لان هم كانوا مستواهم بصراحه في كينيا مش قد كده، يعني كدفاعا حتى وهجوما. بس ان شاء الله يعني طبعا جزر القمر يعني تاريخها في الكره الافريقيه حاجه يعني مش لا تقارن بمصر يعني، لكن ان شاء الله يعني 2-0 3-0 باذن الله ان شاء الله. الحقيقه انا بتوقع اهم شيء ان الفريق المصري يؤدي اداء مشرف، يرفع بيه رايه مصر قدام فرق جزر القمر والبطوله الافريقيه اهم من النتائج. وطبعا النتيجه مهم جدا، لازم يحافظ على التاهل بتاعه والبروجريس. اتوقع ان الماتش يكون 2-0 لصالح الفريق المصري ان شاء الله. يعني تقريبا ممكن اتوقع يبقى 2-0. واتمنى التمارين تبقى يعني احسن واقوى علشان يبقى الاداء احسن. رجعنا مع حضراتكم مرة تانية، وتوقعات جماهيرنا، كل التوقعات إن شاء الله بفوز منتخبنا، إن شاء الله بنتيجة جيدة، كله متفائل، وده مهم جدا جدا، عودة الثقة كمان للشارع الرياضي والشارع القروي بشكل خاص في منتخبنا، وإن شاء الله بإذن الله يتحقق نتيجة كويسة. بجانب النتيجة كويسة كابتن محمد، كمان عايزين أداء، وإحنا لما بنتكلم على منتخب مصر بيلعب جزر القمر هنا في القاهرة على أرضنا بمجموعة كبيرة جدا من اللاعبين المميزين، ما بتكلمش على المحترفين بس، حتى على المستوى المحلي، أعتقد طلب مقبول جدا من الجماهير الفوز بنتيجة وكمان أداء جيد. أكيد طبعا يا كابتن، والكابتن حسام بدري طبعا واللعيبة كلهم حسوها، يعني طبيعي جدا يبقى الهدف الوصول لكأس الأمم، ولكن عدم رضا أغلب الجماهير وأغلب برضو النقاد أو اللي ليهم آراء فنية، عدم الرضا عن النتيجة ده أكيد وصل للجهاز ووصل للعيبة. وأعتقد برضو كابتن حسام البدري نفسه غير عدم راضي الرضا عن الأداء غير راضي عن الأداء، كابتن طبيعي. حسام البدري نفسه يعني غير راضي عن الأداء، فأعتقد إن شاء الله يبقى بكرة فيه أداء أحسن شوية. آخر زي ما قلنا آخر مباراة يعني قبل تصفيات كأس العالم تكون فيها أداء يطمن الجمهور شوية، وخصوصا داخلين على التصفيات على منتخبنا، خاصة أن أنت عندك قوام النهاردة من أحسن يعني العناصر موجودة دلوقتي أكيد. في المنتخب، ولكن للأسف لم يترجم إلى نتيجة، ده اللي مستنين نشوفه بكرة. سؤال برنامجنا النهاردة، هل نتيجة المباراة، توقعك لنتيجة مباراة مصر وجزر القمر بكرة الساعة 6 إن شاء الله؟ كالعادة بنستعرض بعض الإجابات، خلينا نبدأ من الفيسبوك. الأستاذ يوسف حسن بيقول إن شاء الله منتخبنا يؤدي بالشكل المطلوب، وإن شاء الله النتيجة 2-0 للمنتخب. كمان أستاذ عبدو صبحي بيقول إن شاء الله 2-0 لمصر. إبراهيم جمال إن شاء الله 3-0 للمنتخب الوطني. أفشة، محمد شريف، وأبو مكة. أحمد عبدو إن شاء الله 2-0 للمنتخب الوطني. أستاذ رمضان سيد، فوز مصر 3-0 إن شاء الله يا رب. ده على كان على مستوى الفيسبوك. نروح على من تويتر، محمد أمين، 3-1 لمنتخب مصر إن شاء الله، وهدفين لصلاح. وائل بيقول 4-1 طبعا لصالح مصر. طارق موسى بيقول فوز مصر إن شاء الله بالأربعة، 4-0 إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. إنستغرام، أستاذ محمد عطية، 3-1 لمصر إن شاء الله. برضو 2-1 لمنتخب مصر، ده توقع أستاذ وليد عبدو. أستاذ ميدو 2-0 لمصر. أستاذ محمد سعد 2 لمصر، أفشة ومصطفى محمد. كابتن محمد جودة، يعني طبعا السؤال ده برضو بالنسبة للناس الفنيين برضو مبقاش سؤال يعني
يعني بالنسبه لنا سؤال، لان احنا اصلا حتى انا كمدرب بقول للعيبتي مفيش مدرب بيطلب النتيجه خالص. طب تتمنى كام يعني؟ احنا خلينا طبعا تتمنى كام، خاصه ان يعني النتيجه زي ما بقول لك النتيجه انا في وجهه نظري لازم كابتن حسام واللعيبه تعمل ان النتيجه تكون نتيجه كبيره. وده يعني ده ليه عوامل برضه كابتن، يعني نبدا بشراسه هجوميه وبالظبط برافو عليك، بضغط عالي من فوق، ليه عوامل كتير جدا زي ما بقول لحضرتك. يعني طبعا الجمهور طبعا على دماغنا وبيفهم اكتر مننا وكل حاجه، بس لازم احنا كلامنا بيكون فني فني اكتر يعني. ولكن يعني هقول بتمنى مثلا فوز المنتخب، هنقول 3-0 بس حلو. يهمني برضو الاداء اكتر من الـ من الـ يعني ان شاء الله فوز باداء ان شاء الله يعني. فوز باداء ان شاء الله باذن الله. طب عشان نكسب 3-0 المباراه تلعب وتكسب ان شاء الله باذن الله. عشان نكسب 3-0 نعمل ايه برضو؟ ما هو زي ما بقول لحضرتك كابتن، نبدا لازم نبدا ضغط عالي، لازم نبدا بشراسه هجوميه كبيره جدا. لازم برضو خلال اليومين اللي فاتوا دول يبقى برضو في حتى زي ما بقول لحضرتك المستوى العالي، الحفظ او اما باجي اطلب حاجه من لعيب تبقى سهل تنفيذها. طبيعي. اعتقد يعني ممكن برضو نحاول نشوف جملتين ثلاثة، نحاول نشوف ضغط امامي. هم ينسونا مباراة كينيا وخلاص ان شاء الله. مين اللي يسجل الاهداف من وجهة نظر؟ يعني طبعا هو الاقرب طبعا لو برضو استغلينا برضو زي ما بيحصل فينا الكرات العرضية، مصطفى محمد لو لعب مصطفى محمد قوة كبيرة جدا لازم نستغلها ازاي؟ عن طريق تكملة الباكين وعمل كرات عرضية كتير جدا. ومع مصطفى محمد خصوصا شفناه وعارفينه مش لازم اوصل للخط يا كابتن هاني، ممكن حتى لو عدي نص الملعب ب 10 15 20 متر ممكن اعملها وممكن يستغلها. اعتقد مصطفى محمد هيكون ليه دور، قفشه ان شاء الله طبعا برده هيكون ليه دور، ومحمد صلاح ان شاء الله. ومحمد صلاح ان شاء الله. المهم اللي انت بتتكلم عليه ان قفشه ان شاء الله ظهر بمستوى اكتر من رائع، وعنده كمان قفشه بدا يخش جوه ال 18 ويجيب اهداف كتير، وبيجيب اهداف بهدوء يعني برافو عليك. الجزئيه اللي نتكلم عليها فنيه شويه، علاقه محمد صلاح بمصطفى محمد وعلاقه تريزيجيه بمصطفى محمد. تمام. هل يا ترى عدم التجانس او عدم الوضوح في الرؤيه في مباراه كينيا هتتغير نتيجه ان الكابتن حسام مثلا ادى تعليمات مثلا لمصطفى محمد ان هو يوسع شويه لمحمد صلاح عشان يخش على جوه يبقى عنده مساحه؟ التعليمات دي ممكن تكون على مستوى الفيديو على مستوى ما بنتكلم تساعدهم انه ينفذوا الكلام ده في الملعب ونقدر نشوف الكلام ده بكره؟ اكيد طبعا يا كابتن، برضو احنا برضو يا كابتن كمدربين او كفنيين بنطلب برضو لو محمد صلاح جايب الكوره ما ينفعش انا كمصطفى محمد اخد الراجل المدافع اللي في ظهري واروح اقفل على محمد صلاح، لازم اتحرك في الناحيه العكسيه اوسع له. فيعني كابتن حسام بدري طبعا اقدر مني بكتير جدا ان هو يقول الكلام ده. تاني حاجه برضو الكوره لو من ناحيه الشمال ناحيه سواء تريزيجيه او زي ما حضرتك قلت عبد الله جمعه او احمد ايمن سوق، لازم محمد صلاح وبيعملها بصوره كبيره جدا لازم يكمل يبقى راس حربه تاني، ولازم اللي تحتيهم يبقى قفشه، وسواء الباك لو هو اللي بيرفع لازم تريزيجيه برده يدخل لجوه. فاعتقد حاجات في الكوره المفروض طبيعيه جدا، بديهيه وطبيعيه جدا، هتزودنا كتير جدا، ودي زي ما بقول لحضرتك الشراسه الهجوميه زائد كمان رقم 8 بيزيد. فاعتقد لازم نهاجم بخمس على الاقل بخمس لعيبه، خصوصا بنلعب على ملعبنا وعندنا هدف ان احنا نكسب، وعندنا هدف ان احنا نادي، وعندنا هدف ان احنا نكتسب الثقه اللي مفقوده شويه يعني، وبرده بالنسبه للجمهور يعني. يا رب بكره ان شاء الله مباراه لازم تظهر بافضل صوره إن شاء الله، لان ده يعني اسم وعلم مصر يعني ان شاء الله. اوعوا ماتش بكره ماتش المنتخب ينسيكوا الاهلي، ومباراته المهمه امام المريخ السوداني يوم السبت ان شاء الله يوم 3 ابريل. بعد الفاصل كلامنا عن الاهلي في البيت الكبير. النهارده للي تابع تدريبات الفريق مع كوتش موسيماني يلاحظ ان التمرين بدا الساعه 10 الصبح، وهنا في يعني كلام النهارده عايز تعود فريقك على اللعب بالنهار، خاصة ان مقابلة المريخ ان شاء الله يوم السبت اللي جاي هتكون الساعة 3 عصرا. فعايز اعرف طبعا رأي كابتن محمد جود ازاي يعني في الموضوع دوت، انت يعني خلاص بتأهل فريقك او بتعوده على توقيت واجواء معينة، يمكن بقالنا كتير جدا جدا ما لعبناش في الظروف والاجواء ديت، واحدة من العوامل اللي المنافس بتاعك بيستخدمها يعني زي المدرب الفني او المدير الفني بتاع فيتا كلاب لما قالك هنلعبهم الساعة 3 العصر زي ما لعبونا 9 بالليل، يعني ده اصبح عامل من العوامل المؤثرة جدا جدا في الملعب يا كابتن محمد.
يعني طبعا اكيد برضو لازم تتاخد في الحسبان حاجه زي كده يعني لان انا دايما دايما لو تمرين بدري طبيعي جدا هنام بدري، فدي حاجه دي يعني من احسن الحاجات، من احسن حاجات للاعيبه الكوره ان هو ينام بدري. وفي نفس الوقت برضو زي ما حضرتك قلت يعني احنا في البطوله الافريقيه بالذات ممكن نلعب في توقيتات كتير جدا، ممكن فريق لان تقريبا الفريق صاحب الارض كابتن هاني هو اللي بيختار الميعاد، والاتحاد المفروض الكاف هو اللي بيحدد الميعاد، لكن بعض المواعيد بيقولوا ما فيش اضواء ساعات بيتحجبوا يعني حسب الملعب، او بيقول لك النادي الاهلي لعب في سيمبا الساعه 3 وكان بيتا كلوب الساعه 3 وكان الاجواء مختلفه شويه. تمام. عشان كده يمكن سام بتقول هل من الطبيعي او من الوارد ان احنا نقرر هذا على اساس ان المريخ كمان خلي بالك الاجواء في المريخ كمان على مستوى الجماهيري هيكون متواجد جماهير، ودي النقطه هتكلم فيها ان هو دلوقتي سمح انه هيخش جماهير وجماهير كتيره كمان موجوده، فانت شايف ده كمان ازاي في عامل يعني مفيش فير، يعني مش مفيش فير في الموضوع ده انك في مصر هنا مفيش جماهير ونادي الاهلي يخرج بره المريخ في جماهير، راح كمان على مستوى سيمبا كان في جماهير، فانت شايف كمان ده ازاي؟ طبعا انا مش عارف كابتن، طبعا المعايير اللي بتحدد في مصر مفيش جمهور، في السودان في جمهور، انا طبعا مش عارف يعني ممكن يعني هيعملوا مثلا المسحه والبي سي ار قبل ما يدخلوا، انا برضو انا مش عارف برضو يعني بناء على ايه الاتحاد الافريقي وافق على كده. ولكن خلينا في جميع الاحوال يا كابتن، زي قبل مباراه فيتا كلوب المباراه اللي فاتت في التوقيتات دي، يعني طبعا حضرتك عارف قبل المباراه دي كان الموقف معقد جدا بالنسبه للنادي الاهلي، ولكن شخصية النادي الأهلي أو بين قوسين البطل أو شخصية البطل بين قوسين النادي الأهلي، لأن اسم النادي الأهلي دايما لازم نقول بعديه البطل، أو لو قلنا البطل هنقول بعديه النادي الأهلي. فأعتقد شخصية البطل وشخصية النادي الأهلي بتظهر في المواقف اللي زي دي. ويعني زي ما هنقول المريخ هيدخل جمهور وهيلعب الساعة 3، حصل برضو وتصريحات كبيرة جدا من مدير فني الفيتا كلوب قبل المباراة اللي هناك، معرفش هو كان واثق ولا تصريحات، يعني ساعات بنقول تصريحات حرب نفسية. ولكن الحمد لله شخصية النادي الأهلي وشخصية البطل في التوقيت ده حسمت كل حاجة. ويمكن زي ما لو كابتن هاني زي ما حضرتك عارف دي من أعلى النتائج، 3-0 تقريبا في البطولات الأفريقية، دي أعلى نتيجة صحيح النادي الأهلي حققها بره ملعبه على مدار التاريخ، يمكن اتكررت 3 مرات تقريبا. فأعتقد حاجة مهمة جدا يعني، ولكن عايز أقول لازم نقول على الورق ان النادي الاهلي لم يتاهل يا كابتن هاني، برافو عليك، يعني النادي الاهلي لم يتاهل. برضو على النقيض برضو انا يعني برضو بنتكلم بكل ادب عن نادي الزمالك، النادي الزمالك لم يخرج صحيح يعني على الورق برضو لم يخرج الى الان الان يعني يمكن من 4 مباريات 12 المفروض فيهم 12 نقطه، النادي الاهلي حصل على 7 نقاط، يمكن نادي الزمالك حصل على نقطتين ولكن برضو لم يخرج. فلازم المدير الفني والاداره سواء كابتن برضو سيد عبد الحفيظ في النواحي الاداريه نوصل للعيبه ان احنا ما وصلناش، يمكن قطعنا اكتر من 80% شوط كبير لكن لسه فوزنا على المريخ طبعا ياهلنا بنسبه ان شاء الله 100%، واعتقد ان ما نسيبش اي حاجه للظروف، يمكن لازم نروح هناك نلعب على الفوز، ولو ما كسبناش ما نخسرش، اعتقد ده المفروض يبقى الهدف للمدير الفني من خلال تحضيراته للمباراة دي. طيب فيما يتعلق بجزئية اللي كابتن هاني ذكرها فكرة حضور الجمهور النهاردة، مسؤولين في نادي المريخ السوداني أو الاتحاد السوداني بشكل عام كان بيتكلم عن حضور 1000 فرد من المدرجات، يعني أيا كان بقى هذا الحضور من الجمهورين بنتكلم لن يتجاوز عدد الحضور 1000 فرد أو 1000 مشجع، فلحد دلوقتي مفيش اي موافقه او اي رد من قبل كاف. ده مهم جدا، يمكن عامل الجماهير خلي بالك انا في وجهه نظري النادي الاهلي لو مركز وعامل يعني عامل الحاله اللي كان عاملها قبل ماتش فيتا كلوب اعتقد هنكسب ونكسب مكسب كويس قوي. لكن على الجهه الثانيه كابتن محمد انت عارف كمان مدرب كبير وعارف ان لما بتلاعب فرقه انت عارف المريخ بره السباق طبعا، لما بتلاعب فرقه بره خلاص ما عندهاش ما بتخسرش حاجه بتلعب قدام النادي الاهلي بالنسبه لهم، كمان بالنسبه للمدرب كلارك انت عارف مدرب انجليزي هو بالنسبه له ممكن تكون طوق النجاه للاستمرار مع المريخ، يعني نتيجه ايجابيه مع النادي الاهلي رغم ان هي مش هتفيده لكن بالنسبه له هتبقى شيء كبير هدف. جدا فبرضو انت شايف واحنا شايفين التدريبات دلوقتي، وهكلمك على وليد سليمان، عوده وليد سليمان للاجواء وعودته بعد اصابه طويله شويه
ازاي ده انت شايف عوده وليد سليمان للنادي الاهلي او لتدريبات النادي الاهلي وتاثيره الايجابي ان شاء الله على الفرقه؟ يعني في البدايه برضو زي ما حضرتك قلت بالنسبه للمدرب المريخ طبعا دي هتبقى حاجه كبيره جدا ان هو يكسب النادي الاهلي. صحيح. ومش المدرب بس برضو اللعيبه, في لعيبه كتير جدا بتلعب في المريخ, ثالث العالم وطموحها برضو في انا لو بلعب في المريخ طموحي ان انا اجي النادي الاهلي. مزبوط. هاجي النادي الاهلي من خلال اداء مباراه جيده قدامه, وخصوصا ان انا ما عنديش حاجه ابكي عليها. يعني ما فيش اي ضغوط على المريخ خالص ان هو يلعب مباراه كويسه. برضو من خلال تحضير مستر موسيماني لازم يعرف اللعيبه النقطه دي, لان يعني اسوا حاجه في الكوره ان انا حتى لو انا بطل الاعب فرقه خلاص يعني بره زي ما كان بره السباق خالص. بره السباق خالص. فدي برضو لازم تتحط في الحسبان. بالنسبه طبعا عوده وليد سليمان قوه ضربه كبيره جدا للنادي الاهلي من خلال حتى خبرته الكبيره جدا الافريقيه, خبرته الكبيره جدا في الملاعب, من خلال بعيد عن الخبره تاثيره الكبير جدا يا كابتن هاني. حتى لو بيشارك في جزء من المباراه لازم يبقى ليه بصمه دايما في خلال مشاركته مع النادي الاهلي. فاعتقد يعني مش عارف بقى الرجوع هيبقى تدريجي او ممكن يبقى بره المباراه. يعني طبعا الحاله الطبيه دي بتبقى يعني حاجه ثانيه. اول حاجه طبعا انت عارف بعد هو ده اول يوم الفنيه السويد. اول يوم ينزل تمرين تقريبا يعني. لا بدا كان في الماتش الودي اللي كانوا لعبوه. لا بدا قبلها باربع ايام. لو بدا ممكن يعني ممكن يشارك في جزء من المباراه. وليد لو شارك حتى الدقائق قليله ليه بصمه وليه تاثير كبير جدا يعني ان شاء الله مع النادي الاهلي. واحنا بنتكلم عن عوده ان شاء الله بالسلامه وليد سليمان, فاحنا بنتكلم في المقابل عن يعني جهود حمدي فتحي اللي احنا هنفتقدها للاسف, سواء بقى على مستوى دوري كاس افريقيا. فيعني هيغيب كتير جدا حمدي فتحي. لأي مدى حمدي يعني مؤثر بالنسبة كمان للأهلي وماتشات الأهلي القادمة بإذن الله؟ يعني طبعا أكيد لازم نقول إن هو مؤثر, ولازم نقول يعني كل الكلام الكويس في حق حمدي فتحي. ولكن أنا برضو دلوقتي كأهلاوي أو كمدير فني النادي الأهلي لازم يعني أعمل حافز كبير جدا للعيبة الموجودة. يعني لما أكون لعيب خسرته ممكن بقعد معاه وبقول له أنا طبعا خسرناك وكده, ولكن ما أقدرش أقول أطلع أنا كمدير فني أقول الأهلي هيتأثر وكابتن هاني عارف. ما أقدرش, لازم أدي الثقة للعيب اللي هيلعب مكانه, وخصوصا اللي بيلعب مكانه اتنين من أحسن لعيبة في النادي الأهلي سواء عمرو السولية أو ديانج. فيعني تأثيره احنا ممكن نقول كجمهور طبعا هيأثر بصورة كبيرة جدا ونتمنى له العودة السريعة, ولكن الموعود مكانه يسد ان شاء الله ولا يقل مستوى عن يعني هم الثلاثة. بصراحة لو اي حد حط اي اتنين فيهم مش هيبقى فيه اي اختلاف خالص. يعني انا بوافق الرأي, لكن نيجي على بوزيشن تاني الموضوع مختلف شوية. بالنسبة للباك الشمال بنتكلم على علي معلول. انت بتتكلم في وسط الملعب عندنا عمرو, عندنا ديانجو, اكرم توفيق, ممكن الدنيا تمشي بشكل كويس. تاثير علي معلول رغم تالق ايمن اشرف في مركز الباك الشمال بيأدي فيه بشكل اكتر من رائع, يعني تاثير علي معلول على او غيابه عن النادي الاهلي الفتره ديت وايمن اشرف بيقوم بالدور دوت شايفه ازاي؟ وشايف كمان نقطه مهمه جدا ان كمان بيكهام, عايز اتكلم عن احمد بيكهام اللي هو في اعتباري بيلعب باك يمين, بيلعب نص ملعب, بيلعب سنتر باك, بيلعب باك شمال, كمان ده رؤيتك ليه ايه؟ لا هو موضوع لو حضرتك بتتكلم على ايمن اشرف بيأدي بصوره كبيره جدا, اكيد حضرتك تقصد هنقول 70% طيب. ناحيه دفاعيه و30% طيب. ناحيه هجوميه. يختلف تماما عن علي معلول. علي معلول يمكن من اهم مفاتيح الاهلي الهجوميه. صحيح. يعني بيأدي الدور الدفاعي طبعا بصوره كبيره جدا بسبب خبرته الكبيره والهجومي كمان. لا الهجومي لا مفتاح لعب. اما ما بيكونش موجود الاهلي بيتعطل. يعني لو قلنا مفاتيح اللعب 100% هنقول للاهلي بتتاخد منه 30% من قوته الهجوميه, على الرغم ان هو بيلعب باك شمال, ولكن تكملته وكراته العرضيه واهدافه سواء حتى من الشوط من بره ال 18 او من الفاولات او الكرات العرضيه. فاعتقد تاثير علي معلول يمكن في النواحي الهجوميه ما حدش هيقدر يعوضه. ايمن اشرف لعيب مقاتل, لعيب لا غنى عنه. اما بيلعب في المكان ده بتتحول النسبه المئويه ما بين الدفاعيه والهجوميه بتبقى 70 دفاعيه اما بيلعب ايمن اشرف ل 30 هجوميه, لكن في وجود علي معلول ممكن تبقى العكس 70 هجوميه و30 دفاعيه. يعني فدي ليه تاثير كبير جدا علي معلول عدم وجوده. يعني اكيد ان شاء الله يرجع بالف سلامه قريب. بنتكلم كمان لو يعني بنتكلم على العناصر اللي غايبه عن النادي الاهلي بسبب الاصابه,
واتكلم كمان على دور أبشه. أبشه مهم جدا الفترات الأخيرة، بيأدي بدور أكتر من رائع. دايما المدير الفني، وانت أكيد مدير فني وبتفكر لا قدر الله لو أبشه تعب شوية أو أجهد شوية، مين البديل اللي تقدر تقول عليه رقم 10 في النادي الأهلي مكان أبشه؟ هل وليد سليمان بيقوم بالدور ده بشكل رائع، أو نبدأ ندخل دلوقتي ناصر ماهر؟ لعيب مميز جدا ممكن يخش في المنظومه وابدا اديله. انت شايف الجزئيه، شايف رقم 10 ازاي في النادي الاهلي؟ هو زي ما حضرتك قلت طبعا، يمكن مجدي قفش عامل يعني الفتره الاخيره ما شاء الله بصوره كويسه جدا، يمكن حتى المباراه فيتا كلوب هناك يمكن كان من احسن لعيبه يعني بصراحه طبعا. عامل تاثير هجومي مش طبيعي، حتى الرجوع والتغطيه ابتدى يأديها بصوره كبيره. لو لا قدر الله مثلا مش موجود او لراحته او لاي حاجه، زي ما حضرتك قلت وليد سليمان، في ناصر ماهر ما اعرفش رجع من الاصابه وبقى كويس ولا لا، ممكن برده جونيور اجايه ممكن يدخل، ممكن يعملها، يبقى تحت الفيرود، وخصوصا ان هو في التكمله مميز جدا يعني، يمكن هو رجوعه في النواحي الدفاعيه لو لعب رقم 10 هيبقى اقل شويه، ولكن لما بيلعب على الطرف يعني يمكن في ناس كتير ما بتاخدش بالها بيأدي الدور الدفاعي اكتر من ممتازه يا كابتن هاني. اجايه اكتر من قدام علي معلول، ساعات بيبقى بيغطي على علي معلول بالظبط، في ناس كتير ما بتذكرش الكلام ده، ولكن بيأدي الدور الدفاعي وخصوصا لو بيلعب على الطرف بصوره كبيره جدا. فاعتقد رقم 10 برضو يمكن مع عوده وليد وعوده ناصر ان شاء الله يكون يعني المركز ده طبعا يمكن شبه حجزه قفشه، ولكن ما نعرفش الظروف ايه، ممكن اجهاد، ممكن مستر موسيماني عايز يريحه فترات، فاعتقد برضو ما فيش قلق عليه مع رجوع ناصر ماهر ورجوع وليد سليمان. لما كنا بنتكلم يوم الخميس اللي فات عن ماتش ودي ما بين الفريق الاول وفريق الشباب عمله موسيماني، يمكن كنا بنتكلم بانه كده ضرب عصفورين يعني كذا عصفور بحجر واحد، انه طبعا اكيد اطمن على حاله وليد وطمن على الفريق الاول كله اكيد، وبص كمان بعينه على المميزين في قطاع الناشئين. فشايف ان الفتره اللي جايه واحنا بنتكلم عن اصابات، وكان حمدي على البلوى على الخاطر وايمن لسه، ممكن نكون نشوف اعتماد موسيماني في الفتره الجايه على عناصر جديده في التشكيله. يعني طبعا يعني قيمتها ازاي مبدئيا بقى؟ يعني هو طبعا خلينا نتفق ان اغلب المميزين يا كابتن هاني في فريق الشباب طالعين اعاره يعني، يمكن كتير جدا مش عايز انسى اسماء، اخرهم عبد القادر بتاع سموح، عبد القادر لعيب مميز، لعيب مميز جدا، احمد ياسر ريان برضو اللي في الاتحاد برضو مش متذكر عمار، يعني في كذا لعيب، اغلب المميزين خرجوا عرا، ودي سياسه عايز اقول لحضرتك النادي الاهلي هيحصد يعني او هيجني ثمار السياسه دي في السنوات القادمه، لان بتفيد وتفيد نادي كان زمانهم قاعدين ما بيلعبوش، ولكن دلوقتي بيشاركوا بصوره مستمره ومتالقين جدا في الدوري. ولكن لو ظهر عنصر او عنصرين مميزين طبيعي جدا انا كمدير فني مستني اي عنصر يظهر، سواء حتى في الشباب او حتى لاعب راجع من اصابه او حتى لعيب انا ما كنتش بعتمد عليه وخلال التدريب، لان برضو المدرب عايش خلال التدريب. يعني ممكن احنا نتكلم دلوقتي ان فلان كان وحش اخر مباراه كابتن هاني، او كان اداؤه مش مقنع اخر مباراه، ولكن في 10 ايام تدريب اداؤه مميز جدا، واحنا نتفاجئ كجمهور نقول لعبه ازاي المباراه مع ان اخر مباراه ما كانش كويس، ولكن هو اللي عايش يعني طول الاسبوع معاه، عايش في التمرينات معاه. افتكر ان هو لو في اي عنصر مميز ظهر من خلال المباراه الوديه دي، وزي ما حضرتك قلتي بالظبط ضرب كذا عصفور بحجر، ان هو اتعرف على برضه قطاع الناشئين او فريق الشباب اللي هو الداعم الرئيسي المفروض، يعني في الطبيعي ان انا اشتري عنصر او عنصرين او ثلاثه من بره النادي وبعتمد على الشباب، فهو في المباراه دي يعني انا ما اعرفش ان هو لعب المباراه دي بصراحه، يعني اول مره اسمع. لا الاسبوع اللي فات اتنين مباراه وحكم وكل حاجه، اعتقد دي حاجه كويسه جدا وتفكير كويس قوي منه يعني، وظهر لعيبه فعلا يعني. سعد سمير كان بيلعب جنب ولد 2001 كان بيلعب سنت باك، بدر بنون كان بيلعب في نص الملعب شويه، وليد سليمان قدر عمل عارف اللي هو مزيج، عمل ميكس كده ما بين حتى الفريق الاول والولاد الصغيرين. فكره ممتازه بصراحه، فكره هايله جدا. في محمد اشرف على فكره كنا اتكلمنا عليه، ده باك شمال مواليد 2001 في النادي الاهلي، لعب كويس ممكن جدا، وده في اعتقاد الشخص المفروض يتعمل انك تثبته مع الفريق الاول، لانك عندك شويه قلق شويه في مركز الباك الشمال،
فليه لا ان هو يكون متواجد دايما ويتمرن على طول مع الفريق الاول ويتلعبوا جزء من مباراه تلعبوا في مباراه كاس. ده لازم طبعا في المركز ده بالذات يا كابتن هاني، لان علي معلول مصاب ومحمود وحيد برده مصاب، بنستعين بايمن اشرف اللي بقاله فتره في مركز المساك. اعتقد هو الولد ده لو مبشر وواعد يعني يبقى احسن ان هو ياخد فرصه او على الاقل يكون بيتدرب متواجد يعني. متواجد يعني متواجد معاهم طيب باذن الله. بعد يعني بعد انتهاء فتره التوقف الدوري تفتكر ممكن يعني يحصل تغيير في شكل ترتيب المسابقه، مسابقه الدوري العام كابتن جوده؟ هو طول عمرنا بنقول ان الفرقه اللي ماشيه كويس ما بتحبش التوقف في الدوري، على عكس الفرقه اللي يعني في فرق مش ماشيه كويس بيكون التوقف ده لصالحها. فاعتقد ان دي يعني بنسبه 90% رؤيه صحيحه جدا يعني من حتى واحنا لعيبه يعني. النادي الاهلي بيبقى ماشي كويس جدا ما بيبقاش حابب ان يبقى في توقف، لان بتعطل شويه الاستمراريه في المكسب او الاستمراريه في التالق على عكس الفرق الثانيه. فاعتقد بالنسبه للنادي الاهلي يعني ممكن يكون فيها، لان برضو قوام المنتخب فيه كتير جدا من النادي الاهلي، وفي الاولمبي خمسه بيبقى فيها يعني بالنسبه للنادي الاهلي بيبقى فيها ارهاق وبتاثر اكيد بصوره كبيره جدا عن استمراريه النادي الاهلي. ولكن يعني برضو الاساليب الجديده في الاستشفاء برضو طبعا عكس زمان ما كانش فيه الكلام ده. ان شاء الله ما تاثرش يعني، واكيد هتبقى فتره ايجابيه للفرق اللي ما كانتش ماشيه كويس اكيد يعني. باين من فكرك التدريبي كده من هوات التثبيت، انت بتحب الفرقه تكون ثابته، الاداء على مستوى التغييرات تبقى قليله شويه. ومن الجزئيه دي هكلمك على جزئيه راس حربه النادي الاهلي، هل انت شايف مين يكون دلوقتي راس حربه ثابت في النادي الاهلي كعمليه تثبيت ويبدا عمليه الروتيشن من خلاله؟ هل بواليا، هل محمد شريف، هل مروان محسن؟ دول ثلاث رؤوس حرب. عندنا طبعا شادو سترايكر زي صلاح محسن، زي يعني ممكن يلعب الجزئيه دي متكلمين عليها. لكن انت دلوقتي انت شايف ان عمليه تثبيت راس الحربه في النادي الاهلي واجب ضروري على موسيماني، او ويكون مين، او ممكن لسه موضوع الروتيشن يستمر؟ لا بس هو كابتن بالنسبه لان انا مش من، لا انا يعني انت مش من النوع اللي بتثبت. لا لا مش طيب. موضوع كده لا لازم يبقى عندي مرونه اصلا كابتن عموما يعني برضو انا ما امسك النادي الاهلي غير ما امسك نادي يعني في مدرب وبنشوفها كتير يعني بدون ذكر اسماء ماسك فرقه يعني في مؤخره الجدول وهتنزل والدقيقه 95 ومغلوب واحد ولسه بيبني من تحت. صح يا كابتن حضرتك بتشق يعني الدقيقه 95 لازم طبيعي جدا هعمل يعني يعني لازم مدرب برده يبقى عنده مرونه صحيح. يبقى عنده مرونه مش يعني حسب برده اللعيبه اللي معايا، حسب موقفي في الجدول، حسب الاهداف اللي انا بتفق عليها مع مجلس الاداره في صحيح. الاول في حاجات صحيح. كتير جدا، ولكن زي ما حضرتك قلت بالنسبه للتغيير او الروتيشن انت حضرتك قلت بواليا ومروان انا بتكلم تثبيت راس الحرب. الناس بتتكلم ان حان الوقت ان مثلا ان مستر موسيماني يثبت الاسترايكر الاساسي. انا عايز اعرف رايك مين يكون سترايكر اساسي للنادي الاهلي ويثبت موسيماني في الجزئيه دي في الوقت الحالي. هو كابتن الناس لما بتتكلم زي حضرتك عارف زي مركز حراسه المرمى، يمكن الفرو ده ما بيلعب كتير بيضيع كتير فبيجيله فرص كتير، فبالتالي حتى لو احرز فرصه واحده من 10 يعني من 10 فرص احرز هدف واحد فدي بتخلي عنده استمراريه المره يعني المره الجايه من 10 فرص هيجيب 2 وهيجيب 3. فاعتقد الناس بتطالب بكده، ولكن انا شايف الفتره الاخيره مروان محسن يمكن في مباراه فيتا كلوب يعني ادى اداء بصراحه ممتاز وساعد الفرقه بطريقه كبيره جدا. مفيش شك برضو لازم ندي الفرصه لواليا ومحمد شريف طبعا محمد شريف، ولكن عنده برضو محمد شريف عنده مرونه شويه انه ممكن يلعب ناحيه اليمين ممكن يلعب او شمال ولكن يعني مروان ما يقدرش يأديها. مروان فرود ممكن بواليا برضو ممكن يكون فرود وان كان برضو ممكن يلعب ناحيه اليمين شويه عشان يدخل ان هو اشول يعني. ولكن اعتقد لو انا في الوقت الحالي واللي انا شايفه المستوى اللي ادى بيه مروان محسن اعتقد ان هو اثبت مروان لان انا برضو عندي فكر ان مش شرط المهاجم ان هو اللي يجيب الهدف. يعني زي ما محمد صلاح هداف الدوري الانجليزي لمده 3 4 سنين وهو مش فيرمينيو راس الحربه، فانا برضو من يعني ان هو يساعد الفريق او يعمل يخلق المساحات ويخلق الفرص
زي ما بيقول القادمون من الخلف دي برضو بالنسبه لي هتبقى حاجه مهمه. يعني مين الحصان الاسود اللي كابتن محمد جوده يعني متوقعه بنهايه الدوري الموسم الحالي؟ يعني في فرق يعني برضو لو يعني انا شايف سموحه ماشيه بصوره كويسه، شايف رغم قله الامكانيات طبعا ونادي كبير ونادي عظيم وجماهير عظيمه غزل المحله يعني طبعا مؤدي اداء يعني يمكن ما شفناش ليه تعاقد كبير حد اتكلم عليه، اغلب اللعيبه احنا لسه عارفينها السنه دي، اعتقد باقل الامكانيات انه يوصل للمستوى ده ممكن لو استمر ممكن هو غزل المحله يكون الحصان الاسود، وخصوصا قبل الدوري اغلب الفنيين ومش مش هقول توقع هبوط غزل المحله مش عشان حاجه، علشان عدم الامكانيات وعدم التدعيمات بلعيبه عندها خبرات حتى الدوري الممتاز او حتى ما اختارش اي نجم ودفع فيه فلوس كتير لان امكانياته قليله، فاعتقد لو استمر في الدور الثاني بالاسلوب ده هيبقى هو الحصان الاسود. هو دايما المقارنات بتيجي بالثلاثه اللي بيجوا من الممتاز به وبيقارنوا مين اللي هيقعد فيهم، فنتيجه ان سيراميكا دعم بشكل كويس قوي وبنك الاهلي كذلك شويه مظبوط كلام مظبوط، فكان الفكره ان غزل المحله اللي بيعامل لغايه دلوقتي مفاجاه، ده على المستوى الايجابي. مفاجاه سلبيه انت كابتن محمد جوده شفتها، ايه الفرقه اللي انت عملت لك صدمه او قلت لا مش دي الفرقه بتاعت السنه اللي فاتت؟ لا كابتن هو مش برضو مش موضوع الفرقه، هتكلم عن الموقف ووضع النادي الاسماعيلي طبعا. طبعاً وضع صعب جدا لا يليق بنادي كبير زي نادي الاسماعيلي، يمكن لو قلنا اهلي زمالك اسماعيلي يعني لازم يجي بعدين اسم لازم يجي اسم الاسماعيلي، اعتقد الموقف اللي هو فيه طبعا ما يليقش بنادي كبير ونادي عظيم زي النادي الاسماعيلي وجماهيره، فهي دي بس كابتن ايهاب جلال هيعمل الفرق ان شاء الله. كابتن كلنا الكل ما فيش حد بيحب الكوره او منتمي للكوره ما يتمناش ان الاسماعيلي يرجع، كلنا نتمنى يعني بالظبط، فاعتقد هي دي بس اللي هي اللي يعني الصدمه اللي انا خدتها السنه دي ان النادي الاسماعيلي في الموقف ده. يعني اكتر لاعب واحنا بنختم خلاص على وشك الانتهاء، اكتر لاعب لفت برضو نظر كابتن محمد جوده خلال المشوار الحالي للدوري؟ يعني انا شايف يعني طبعا شايف مجدي قفشه الشناوي بعيدا عن الاهلي، بعيد عن الاهلي ده تكمله السؤال. في برضو في لعيبه كتير جدا يعني انا برضو شايف، بس هو من الاهلي برضو اللي انا لا بعيدا عن الاهلي، لا هو بيلعب في سموحه دلوقتي، بيلعب في سموحه احمد ياسر احمد ياسر سيراميكا واحمد عبد القادر احمد عبد القادر بصراحه يعني شايفه لعيب مميز جدا يعني. شايف موضوع ان بعض يعني بعض اللعيبه اللي كانت بتلعب مع انديتها وراحت اعاره وتالقت بشكل كبير، عمر السعيد مثلا في الزمالك كان عنده مشاكل بدا يبقى شكله كويس، كمان مستوى محمد ابراهيم بصراحه كمان على مستوى سيراميكا بيأدي بشكل كويس، لكن انت بالنسبه لك مصطفى فتحي سموحه، مصطفى فتحي سموحه منتخب مصر بالظبط، هل ده كان عنده مشاكل اداريه مشاكل مع اللعيب على الجزء النفسي كان مش قادر يطلع امكانياته ولا الكلام ده في مكان تاني، يعني حللتها ازاي دي؟ لا هو كابتن يعني برضو يعني حتى لو الكلام ده ما ينطبقش على اللعيبه دي يعني عشان برضو دي لعيبه كبيره يعني دي لعيبه، ولكن في لعيبه ما بتقدرش تأدي تحت الضغوط وخصوصا ضغوط نادي اهلي ونادي الزمالك، فاعتقد عمر برضو من النوعيه دي لان كان مميز جدا في دجله تقريبا، لعب في الانتاج كان مميز جدا يا كابتن، رجع الجونه في يعني في خلال ما فيش ده كان يعني كان امبارح مثلا في نادي الزمالك النهارده في الجونه بيسجل وبيسجل بالهدفين، فاعتقد في لعيبه كتير جدا ما بتقدرش تتحمل ضغوط الضغوط الكبيره على انديه البطوله زي النادي الاهلي ونادي الزمالك. كابتن محمد احنا بنشكرك جدا جدا، انا بشكر حضرتك شرفتنا قبل ليله مباراه مهمه تجمع منتخب المنتخب المصري طبعا او المنتخب الوطني امام جزر القمر، بنتمنى كل التوفيق كل التوفيق بكره للمنتخب الاول، ونيجي هنا الساعه 10 ان شاء الله نحتفل بالاداء وبالنتيجه للمنتخب الوطني باذن الله. ان شاء الله شكرا محمد، بشكر حضرتك ربنا يخليك يا كابتن دايما بتمنانا، وهنشوفك تاني اكيد في البيت الكبير اراء تشرف يا كابتن مميزه ربنا يخليك حضرتك ربنا يخليك ان شاء الله. اتفضل لا اتفضل دي كانت طبعا نهايه حلقتنا في البيت الكبير، ان شاء الله بكره باذن الله زماله سهام ان شاء الله الساعه 10 نكون ونهني منتخبنا ان شاء الله بفوز واداء جيد يليق بمستوى وباسم مصر ان شاء الله، نشوفكم بكره باذن الله تصبحوا على خير.